استني يا ست، انت رايحه على فين؟ الله يسهلك. نزل يدك، انا ما فيش راجل يهوي بصوبي ابدا. انت دخلت هنا ازاي اصلا؟ هي دي مش اكنده؟ اكنده ولا مش اكنده؟ يعني ادخل بكيفي اخرج بكيفي؟ وايه البتاع اللي انت شايلاه على كتفك ده؟ الزلع. وانا مش هقعد اكل منين لحد ما امشي؟ تمشي منين؟ مين قالك انك هتقعدي هنا اصلا؟ وما اقعدش ليه هنا؟ ما اقعدش ليه؟ جربه ولا فاقده اهلي؟ انت عارفه الليله هنا بكم؟ انا اقعد هنا بفلوسي، واشتريك انت كلك يا خضراوي على بعضك كده برضك بفلوسي. فلوس ايه بتاعت بلاص المشي انت؟ امشي من هنا قبل ما اجيب لك الامن. ده انا اللي هجيب لك الرجال اللي عندينا في البلد يمسحوا بيك البلاط، ما يبلكش صاحب. ده انت لسانك طويل قوي. ويدي اطول. ماشي قدامي وديني الاستقبال. ماشي. تعالي. ليه؟ أيوة. شوف اللي أحسن منيك. السلام عليكم يا زين الناس. وعليكم السلام يا زينة الناس. ألاقي عندكم أوضة النفر بس تكون بعيدة عن الرجالة اللي هنا. استاذ بس ممكن نبعد الزلعة دي شوية بس عشان الريحة الأول. إيه؟ مالك خفيفك ده؟ ده مش صعيدي بدودو من نوع الفاخر. حضرتك جايبنا معاكي كمان مش صعيدي بدودو من نوع الفاخر؟ امال؟ لا كريمة. صابرة. ما طبعا شايلة الزلعة دي كلها اكيد صابرة. صابرة، اسمي صابرة. سوري منورانا يا ست صابرة. حضرتك انا قصدي كريمة، يعني حضرتك من باب الكرم يا فندم. ماشي، خلص. الاقي عندكم اوضة ولا اروح للاكندة اللي في ريحكم؟ فندم احنا ما عندناش اكتر من اوض موجودة، بس السؤال يا فندم حضرتك يعني انا اسف، معاكي تمن الاوضة؟ من الجنيه الالف. ما شايفش؟ لا شفت بس. ما شايفش؟ لا شفت بس. ما شايفش؟ والله شفت، والله شفت يا ست صبر. انا بس اكمل الجمله يا فندم. انا عندي نوعين من الغرف، عندي هاف بورد 1500 جنيه، فول بورد 2000 جنيه. انهي الاكثر؟ واضح ان انا مش واضح اصلا. فول بورد. خلاص يبقى تحجز لي 3 ليالي من البول بورد. 3 ليالي يا فندم؟ بول بورد مش انت اللي قلت؟ انا اللي قلت فعلا بول بورد. خلاص حضرتك تحبها سي فيو ولا جاردن فيو؟ انت هتتفزلك كتير ليه؟ عارف انا بسال، مش هي بول بورد؟ ما باين السؤال. مش عايز انهي الاكثر؟ يبقى بول بورد سي فيو. عينيا استاذن بس حضرتك يا فندم، هندي البطاقه لسعيد عشان ما يصحش اوقفك اكتر من كده انت والزلعه هنا. تمام؟ اتفضل يا فندم، ادي الكارت. ايه رياكشن زي الجمال ده؟ تعرف منين انت عشان تديني الكارت بتاعك؟ قالوا لك عليا ايه؟ لا والله ما قالوا لي حاجه. ده حضرتك ده كارت الغرفه يا فندم. عارف حضرتك الكالونه ابو مفتاح اهو، ده بقى عامل زي كارت يخش يطلع كده يفتح الباب. مديرنا يعني؟ مديرنا. الامريكان ما خلوش حاجه. هم فعلا ما خلوش حاجه، بس ما شاء الله حضرتك عليك زغره عين. فكرتني بالنجمه الجميله استاذه هند صبري في فيلم الجزيره. مش واحد، واحد واثنين مع بعض. اتفضلي يا فندم. ماشي ماشي. بقول لك ايه يا خضراوي، انت جيب لي العفش بتاعي على اللوضه. عفش؟ ايوه. بيروحوا منين؟ من هنا يا فندم، من هنا يا فندم. هتلاقي العفش. ايه يا ابني انت؟ الله، زينت الناس كلها عايزاه. ماشي ناقصين يا ابني. الزلعة يا صبرا، الزلعة حضرتك سبتيها هنا. ممتازة. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الواد ده مين؟ الواد ده مين؟ الواد ده مين ده؟ الواد ده ايه ده؟ في ايه يا دكتور؟ لبشت جدتي؟ معلش انا اسف، اصل انا بحب الاغنيه دي قوي. وانا كمان. ممكن اكشف عليك؟ اتفضل. استاذ فارس، واضح ان حضرتك تعبان قوي. لا يا راجل، انا عارف انها تعبان. انا جايبك عشان تقول لي عندي ايه؟ ها؟ انا جايبك عشان تقول لي عندي ايه؟ هو حضرتك بتوجه السؤال ده ليا انا؟ هو في حد غيرنا في الاوضه؟ هو انا ما اعرفش حضرتك عندك ايه؟ وبعدين يا فندم انا حاسس ان السؤال ده شخصي قوي. هو انا بسالك متجوز مين ولا بتاكل ايه؟ يا ابني هو انت مش دكتور؟ لا يا مستر فارس بقى، لا ما اسمحلكش بقى، انت عمال تجرح فيا بقى. ايه ده؟ قلت لك 100 مره انا دكتور باطنه، ما درستش انا 3 سنين في كليه الطب عشان ادرس الضرايب. على فكره هما 7 سنين. وات ايفر. طيب معلش خلاص، طيب ما تزعلش نفسك. احنا انا وانت نشوف دكتور. نعم؟ قصدي دكتور أمراض عصبية يعني. عصبية؟ دكتور نفسي. أنا بحسب دكتور بطنة زميل ليا يعني. أستاذ فارس، أنت بتلعب على فكرة. مش كلك بتلعب، هو في مناطق فيك بتلعب. الحاجة بيطلع وينزل. أوف، الودن بترجع لورا. امسك. إيه ده؟ أنت عندك صدمة عصبية؟ إيه ده؟ إيه ده والبق بينزل لتحت كده؟ بينزل لتحت، ده انت كده حزين، صدمة عصبية وحزين كمان. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اجيب دكتور امراض عصبية؟ اجيب دكتور نفسي؟ لا لا يا فندم، انت مش محتاج دكتور نفسي، ده حضرتك محتاج محاسب ضرايب يجي ينقذك من مباحث الضرايب.
ما انت طول ما حضرتك قاعدني في الاوضه دي بطبق الفاكهه والفشار مش هتفلح ابدا. هي ماموريه الضرايب عملت لك كمين وحضرتك وقعت فيه زي المؤاخذه كده بوم اللي هو بوم كده. عندك حق. بقول لك ايه؟ من غير ما اتعصب من غير ما اتضايق حاجه صغيره كده بس ممكن؟ بس يا فارس احنا اخوات. حبيبي انا عارف والله. انا عايزك تسيب الاوتيل وتمشي. اسيبه لمين؟ لا مش لحد، انا عايزك يعني تسيب الاوتيل وتمشي. يا على الكرم والاخاء. لا مش عشان انا صاحبك يبقى فيه واسطه وكده، لسه الشيفت بتاعي ما خلصش. لا مش شيفت، عايزك تسيب الاوتيل تماما، تسيب الاوتيل تماما، تسيبه وتمشي. فارس بطل الهزار ده يا شقي. انت عايز تسمع؟ انت عايز تسمع؟ اطلع بره، اطلع بره، بره، بره. بس عليك وصار فيكم مجهودي. ماشي ماشي ماشي. عدوي ايفن، ايه ده حضرتك تعرفني؟ ايه عدوي انت اتجننت ولا ايه؟ ولا انا عشان ماشي يعني ولا ايه؟ مسيو غلاب ايفن. انا ماشي عدوي ان شاء الله. دكار مسيو، الباب يفوق جمل. نعم؟ اتفضل يا فندم اتفضل. بقول لك يا عدوي. عشان خاطري عدوي. ايه ده في ايه يا فندم؟ لا لا بص يا عدوي، انا عارف انك انت الوحيد اللي بتشرب مستر فارس القهوه. ايوه عشان ما فيش غيرك طبعا، لكن عارف انك غالي عنده قوي، فانا عايز اقول لك يعني مش عارف اقول لك مش عارف ممكن ما تخلوش يرفدني. شوف يا فندم، انت عارف طبعا ان مستر فارس بيسمع كلامي في كل حاجه، بس موضوعك ده يعني بصراحه صعب عليا جدا. ليه يا حلوي؟ ده ربنا يوضع سره في اسبل خلقه. ايه؟ اسبل خلقه؟ ايوه يعني. لا يا حلوي انت حبيبي يا حلوي، انت عارف المشكله يا حلوي ان انا يعني طول عمري مع جده وعمري ما ربيت زباين في القاهره، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف. خلاص يلا روح شوف شغلك. قول يلا قول. ايه ده؟ ده لسه ما مشيتش؟ غايب في داهيه. استنى عايزك. اسف كرامتي ما تسمحليش استنى لحظه واحده بعد الكلام السم اللي انت قلته لي. ما تتحمقش قوي كده. هتحمق ليه؟ انا رايح القاهره والزباين على قفا من يشيل والقضايا هناك زي الرز. رز ولحمه ايه؟ ده انت تلاقيك مشطوب بالنقابه من 20 سنه. اخلص، عايزني في ايه؟ استاذ غلاب. نعم. الضرايب هتخرب بيتي يا غلاب. كم مليون اللي حورسهم هيروحوا مني. قول كده. اولا تروح تنزل على القضيه بتاعت مروه. لا مروه لا. بقول لك ايه؟ شوف لي واحده ثانيه. شوف لك فين عروسه. مفيش غير عدوي. عدوي! اجيب لك عدوي. ما تقلقش. امشي ولا اخش ولا اعمل ايه؟ يا ستار يا رب، انت حاطه ايه في الشنط دي؟ طب مشي وانت ساكت عاد. انا من الاول قلت ما عايزاش رجاله يشيلوا لي الحاجات بتاعتي. وانا من الاول ما كنتش عايزك تيجي المكان ده اصلا. يا رب طب عليا من كلمه البيوت اللي انا فيها دي، انا زهقت زهقت. كفايه كبرت اما بقى، وقفت هنا ليه؟ هقطك. ماشي. رايح فين يا غراب البين انت؟ هدخلك الحاجه جوه. لا حمل الشنط هنا وروح جيب لي بقيه الحاجه، واوعى تكسر الزلعه. ايدك على التبس. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ولا تعرفي اي حاجه، اتفضلي. ماشي. كتك ده يا اخضراوي دمك تقيل. الأوضة العفشة دي، هو ده البرستيج؟ فين الفول بورت ده؟ جاتكم البلاوي. ايه ده بقى؟ ما لقيتوش ثلاجة أكبر من كده؟ يابا 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 يابا، استغفر الله العظيم، منكر. أعوذ بالله أعوذ بالله. ايه ده؟ ايه ده؟ على المستضيفة. جاتكم البلاوي. ايه ده؟ انا اتضحك علي ولا ايه؟ ودي قاعدة. يا صابرة
لا لا يا صابرة، اوعك البهرجة دي تنسيك المهمة اللي انت جاية عشانها. حوصل لك يا ولد الفرطوس، حوصل لك وحفرغ الطبنجة في نفوخك طلقة طلقة، وهعوم هعوم في دمك لحد ما اكسر الرقم الاولمبي. انا صابرة، صابرة وكاتمة وساكتة، بس المشكلة اني معرفاش شكلك ايه. الله يكرمه مخيمر، الله يكرمه مخيمر، هو بعت لي الصور على التلفون. ايوه ايوه صح صح، ايوه الله يكرمك يا مخيمر، الله يخرب بيتك يا مخيمر. وش ده ولا قفا؟ الله يخرب بيتك يا مخيمر، الله يخرب بيتك يا اخي. بس هوصل لك. حد غيري دي كانت ناقصه ترد بالشلوت وانا ماشي. روح المخزن هتلاقي شنطتين جوه، روح وديهم لها، هي نسيتهم المره اللي فاتت. وانا هتكلمي مشفر ولا محتاج باسورد ولا السبكه عندك واقعه يا فريده؟ في ايه يا فريده؟ اخلص والله انا زهقت منكم بقى، زهقت. مساء الخير. مساء النور. انا عيد ميلاد مراتي النهارده. بجد؟ كل سنه وهي طيبه. ينفع اعمل اوردر بتورته صغيره تكون على قد انا وهي؟ اه طبعا حاضر. هي بتحب الشوكولاته. اوكي. هتكون جاهزه امتى؟ ممكن بعد العشاء مثلا. كويس؟ كويس قوي. هي معنى كده ان هي جايه في السكه صح؟ لا المدام مش جاي. ليه؟ عشان هي توفت من 3 شهور. أنا أسفة، أنا أسفة بجد والله. كنا عايشين مع بعض في إسبانيا، لما بقيت لوحدي قررت أرجع. ربنا يصبر قلبك يا رب. ممكن لو سمحت بس تطبعوا لي صورتها على التورته؟ حاضر. دي اخر صوره لي. شبهك مش كده؟ انا اتلخبطت بيني وبينها. ايه ده؟ عرفتي بقى انا مركز معاكي ليه من ساعه ما جبت؟ الله 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 الله، توضيحك بجد مداوي يا فضلة. الله 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 الله. عروستك القمر يا بطل. عروسة ايه ونيلة ايه؟ دي بتضرب محشي على غيار الريق ام الحلة وقاعدة على البحر. وماله المحشي؟ ماله المحشي؟ ده انا هموت على 73 من اللي معاها. يا عم انا ماليش دعوة بالمحشي. في حد ياكل في حلة وعلى البحر؟ ممنوع هنا في الاوتيل الكلام ده كمان. لا ما انا خليتهم يسيبوها، ما انا عارف انها هتبقى مراتك يا عم. انسى مش هيحصل. يا ابني دي اللي هتنقذك من الافلاس، ده غير الضرايب اللي هتحجز عليك. يعني انت يا غلاب سايب كل الستات الحلوة الاجانب اللي موجودة على البحر دي؟ ما نقتليش غير دي اتجوزها انا. والله كان على عيني. ايه انت ما قريتش الوصيه بتاعت جدك ولا ايه؟ لا ما قريتش. لابد ان تتزوج عربيه، عربيه ها مش موتوسيكل اجنبي. عربيه؟ تعرفش كام سلندر؟ اه ايه ده؟ دي بتلحس صوابعها. حياه فطريه جميله. قصدك فطريات؟ فطريات ايه؟ يبقى شيلها انت بس باكو مناديل بعد الجواز وهتبقى زي الفل. بتبص على ايه المتخلفه دي؟ سبحان الله في طبع حضرتك. واحدة جاية تتفسح بتملي عينيها بالمناظر الخلابة. الله هي حرة يا اخي. غلابة انا مش قادر استحمل، انا بطني قلبت. بقول لك ايه، اتجوزها انت وكل محشي زي ما انت عايز. فارس ده غريب قوي، حد يفوت عروسة بكلسون؟ ما
كلسوني الحبيب يا شباب، كلسوني الهنا يا عرايس. يا ترى انت مين في الرجالة دول يا واكل ناسك؟ ولا لساك ما ظهرتش لغاية دلو؟ يا سيو تشرب حق ايه ده؟ انا بشبه لحضرتك على فكرة. مين؟ مولانا انت عامل في نفسك كده ليه؟ حاولت اهرب لكني فشلت، الناس مش سايبني في حالي. معلش الناس فعلا بتوحش قوي والله. هل تعلم ان البشر يتشاجرون بينما الشجر لا يتباشرون؟ لا يتباشرون؟ بس ده بيني ما بينك يعني. طب تشرب حاجه؟ هات لي كوب من السانشاين. سانشاين؟ يلا خليها تخرب. لا اله الا الله، الراجل بيشرب سانشاين؟ الشجر يتباشرون والبشر لا يتباشرون. يولي ماشي هات لي سانشاين. تليفونها كبير. الو الو، قرب يا ابني، انا واقف فوق جنب الشبكه سمعاني. ايوه يا عم خيمر، لسه ما عرفاش اوصل للراجل اللي اخوه قتل ابوي. الطار والله العار يا صابره، لازم تعرف اللي انت ما عندكيش اخوات رجاله ياخدوا الطار اللي قتل بوكي. انا بميت راجل، بس يعني الصوره اللي انتم مدينها لي دي مش باين ده بني ادم ولا خنفسه. يا بنت انا اللي راسمها بيدي من وحي الذاكره. يعني هم ما لقوش حد في البلد كلها يرسم الصوره غيرك انت يا مخيمر؟ انا الوحيد اللي شفته في البلد. اكده يبقى ما فيش حد شافه واصل. الطار والله العار يا صابره. ايوه يا مخيمر، بس العقل زينه برضك، الصوره دي مش باين لها وش من جفنه. كل اللي اعرفه ان هو لسه راجع من السفر قريب ونازل في الاكند اللي انت قاعده فيه، لازم تلحقي تصفي دمه قبل ما يهرب على أكاندا تانية. بس خلي بالك ممكن يشتغلك ويطلب انه يتجوزك. يتجوزني؟ ايوه، ما انت لما تتجوزيه وتعرفي ان اخوه هو اللي قتل بوكي مش هتعرفي تعملي معاه حاجه، لانه هيبقى جوزك يا غبيه. ده بعده والله لطلعه من وسط الف. سلام يا مخيمر. سلام يا ابني. بعد يا ابني، ما المكالمه خلصت هتفضل تاجر فيا؟ أمرك كبير. طار والله العار يا صاب. في الرحلة في الطريق صعب تقابل صديق، حب بحق وحقيقي احساس ياخدك معاه اصحاب انا وانت وانا. الله يا سعيد الله. ايه ده صوتك قمر يا اخي. ايه رايك؟ ما شاء الله عسل يا سعيد. لا عسل والله. انت بتعمل ايه يا سعيد يا حبيبي؟ برفع عن نفسي شويه. اقعد اقعد يا ادهم اقعد. اه صح، اقعد ارفع عن نفسي شويه. اه نسيب شغلنا ونسيب الشنط ونقعد بقى ندندن صح؟ يا فك بقى فك يا ادهم. بقول لك ايه، ما تيجي ننزل البحر؟ اه صحيح ما ننزل البحر، بس انا ما عنديش مايوه يا سعيد. اروح اجيب لك ابدع شورتين حالا ليا وليك من مخزن المفقودات. ايه ده يا سعيد، هو انت كمان بتاخد حاجات من مخزن المفقودات؟ بس الكلام ده بيني وبينك ما يطلعش لحد. يا سيدي هو الحاجات دي حد يسعى عليها حاجه؟ خلاص عادي ناخدها. هي المشكله ان انت بتدمر السياحه يا سعيد. هو انا بدمرها في ايه ان شاء الله؟ بشرابك يا سعيد. يعني لما زبون يعدي يلاقي حضرتك قاعد بالمن بتاع فندق محترم بالشراب بتاعه وقاعد بيدندن، السياحه تبوظ يا سعيد. صدقني غسله من اسبوع. ما طبعا اللي غسله كله في مناخير يا سعيد. وصوتك قمر بصراحه. لا صوتك جميل، انا مش عايز اظلمك. طب اغني لك تاني؟ اغني يا سعيد غني. ايش؟ اصحاب انا وانت ولا قول يا سعيد. فاكرين الله يا سعيد فاكرين طبعا طبعا. ناسيين ان شاء الله هننسى كل حاجه يا سعيد. كمل يا بابا كمل يا حبيبي. الله ايوه يا سعيد الله.
اصحاب انا وانت. هاي هاي انا مش نديم. هاي اخرب بيتك يا سعيد. كنت خايف ما تجيش. انا فعلا ما كنتش هاجي. ليه؟ يعني هو هنا اصلا ممنوع ان احنا نقعد مع اي جست. يعني معقول اعمل عيد الميلاد ده كله في الاخر اقعد فيه لوحدي؟ طيب انا ممكن اقعد معاك 5 دقايق كمان. هيبقوا احلى 5 دقايق. انا متشكر قوي. على ايه؟ ان جيتي ورديتي تحتفلي معايا بعيد ميلاد جميل. تعيش وتفتكر. انا كنت قربت ايأس خلاص. لغايه ما شفت. لما ربنا يخليني ارجع مصر واجي الغردقه وانزل في البطوله ده بالذات عشان اشوفك ان ربنا بيعوضني عليها. انا عايزك تطمن خالص. ورقك كله بايظ، يعني لو سلمت الضرايب هتتسجن. يا سلام، تصدق انا كان نفسي اسمع منك الكلمتين الحلوين دول. انت بعون الله لابس قضيه طهارة وضريبة مفيش كلام. هايل، الله يطمنك. ومحدش يقدر يخرجك منها غير 2 محاسبين بس في مصر، واحد في اسكندريه ومات من 9 سنين والتاني انت صح؟ اه. عرفت ازاي؟ لا ما هو باين. بص، طول ما انت لابس اللبس ده ومتنكر عامل لي زي شارلوك هولمز كده، وان شاء الله الحياه هتبقى زي الفل. مش احسن ما اقول لك روح سلم نفسك بتتريق عليا؟ يا عم انت ليه من ساعه ما جيت وانت محسسني ان انا عامل جريمه؟ قاتل قتيل. طب اقول لك ايه؟ انا عايزك بس تطمن وتهدى، انا بحاول اطمنك اهو. الواحد دفع 5 مليون جنيه ومالكش دعوه. 5 مليون جنيه؟ ده دفعه اولى. كمان؟ ايوه. انت مش عارف من جدك 30 مليون جنيه ولا ايه؟ وبعدين اوعدك مش هتدفع اكتر من 5 مليون جنيه بس. لا انا كده اطمنت بصراحه. طب اتفضل انت وانا ان شاء الله اول مورس هبعتهم لك على طول. ايه الاحراج ده؟ انت بتطردني ولا ايه؟ لا 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 بس معيش فلوس دلوقتي. ماشي ماشي ماشي، بس لعلمك بقى هتيجي في يوم تعيط وتبقى انت في الكلبشات. ماشي؟ يعجبني فيك التفاؤل بتاعك. مخبر مخبر يعني. الو، ايوه غلاب، هي البنت الصعيديه دي لسه عايشه؟ ايوه يا سيدي. لا مش هتقرا لي الفاتحه، هتقرا عليا الفاتحه. هتجوزها. والله يا زهني بيه. زهدي زهدي زهني زهدي كلها بزين يا فندم. انا حاسس اني شفت سعادتك قبل كده. انا يا سيدي مش حاسس ان انا شفتك قبل كده. لا 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 لا، ده انت بسم الله ما شاء الله عندك طاقه سلبيه كده تخنق، لكن في الشكل شبه واحد صيني تحت الخالق النقطة. واحد صيني ألف سلامة يا فندم، ألف سلامة. ألف سلامة. يا سيدي خف إيدك شوية، أنت بتنفض مرتبة. ربنا ياخدك بالسلامة يا فندم. أنت عايز إيه يا أستاذ علاب؟ قصر ولم المكسر وهات من الآخر. غلاب مش علاب. معلش أصل أنا لما بتوتر النقط بتروح مني، عايز إيه؟ لا يعني أنا بصفة المستشار القانوني لفارس بيه وصديقه الشخصي. حضرتك فهمته غلط، هو مش عايز يتهرب من الضرايب. مش عايز يتهرب من الضرايب؟ ده أنا مسجل له صوت وصورة. الله فهمني بقى، هو أنت بتاع ضرايب ولا بتاع مبيع؟ مش فاهمك بصراحة. أنا مأمور ضرايب وهبلغ عنه المباحث، هحبسه. ويهون عليك. اه يهون عليا. الباشا جده متهرب من الضرايب بقاله 20 سنة وحفيده بينعم بهذه الاموال لمده 20 سنة، ما سددش حق الدوله. انا اتاخرت ترقيتي مرتين بسببه. مرتين؟ اه انا اللي زي دلوقتي مدير اداره. تصدق انت ما صعبتش عليا خالص. ولا انا. بقول لك ايه؟ فندم. صاحبك هيدفع الضرايب، يعني هيدفع الضرايب، ماذا والا والله العظيم هحبسك واحبسه. اه لا تحبسه هو؟ اه تحبسني انا؟ ممكن. غلاب غلاب فندم. خرج نفسك من الموضوع دوت عشان في طار بايب بيني وبينهم. وايه ذنب فارس بس يشيل ذنب جده؟ غلاب. يا فندم المقابله انتهت. انتهت يا فندم. مع السلامه. اتفضل يا فندم، مع السلامه. شفت تصوير صاحبك؟ والله لو في عدل في الاوتيل دوت كانوا خلونا نصور كل حفلاته. كانوا بيقولوا لبعض ايه؟ معلش عرفني. انت قلت لي صوروا من بعيد عشان ما يحسوش بيه. ايوه يا سعيد، يعني ما عرفتش تقرا حركه شفايفهم؟ ازاي يعني هقرا حركه شفايفهم؟ ايه جو الكرتون ده؟ فك عادي بالجمل. اه جست جا قال لها ممكن تقعدي معايا، مش هتكسفوا عادي يا سعيد يعني. وهي الجمله ليه؟ مش شايف نظراتهم لبعض عامله ازاي؟ تمام خلاص. ولا الجو الشعري اللي قاعدين فيه والموسيقى الرومانسيه وبصات كده من تحت لتحت. بص خلاص يا سعيد. خلاص ياخدها بالحضن. ما خلاص يا سعيد. خلاص يا سعيد فهمت ان هو كان هياخدها بالحضن. يا سعيد اعمل ايه يا سعيد يا اخي؟ الله انت بتزعلي ليه؟ هو انا اللي كنت هاخدها بالحضن ده هو. لا اسف سعيد، بص سيبني بس مع نفسي قاعده شويه كده. تمام تمام سيبك حاف كده.
ده انا منفذ لك اكبر عمليه تجسس في تاريخ الاوتيل، يعني لو في عدل في التلفزيون كان عملها مسلسل اذاعي. يعني انت شايفني قاعد بغني قدامك وبتمحل لجوه وانت كل اللي بيدور في ذهنك يا سعيد التبس؟ انا بجد مش عارف اسمي ده ايه. رشوه. ايوه. يعني ايه؟ يعني تبس. تبس برضه. تبس. ولا انت التبس بالنسبه لك ضار جدا بالصحه؟ يعني هو هيبقى موت وخراب ديار يا سعيد؟ لا خراب ديار ولا حاجه. الحقهم بقى قبل ما يتجوزوا. يتجوزوا؟ امال قاعد معاها بيلعب الشايب يا صاحبي؟ يعني انت حضرتك جايب لي خبر ان هم هيتجوزوا وعايزنا اديك تبس. طب ثانيه واحده. تعمل ايه؟ لا بدور على حاجه عشان ارميك بيها يا سعيد. امشي يا سعيد. عم يديني بدل بسطرمة من عنديك. اللي بقى فاول البوفيه وبالمره اقف في دورك. دوري؟ جاي افطر ولا اقبض معاش؟ عاش. ما كلنا هنفطر بس بالدور. دوري ايه؟ مش كفايه ما رضيوش تجيبوا لي الاكل لحد عندي في الترابيزه وقالوا لي قومي هاتيها لنفسك؟ ايوه ما هو المفروض ان ده اوبن بوفيه مفتوح. ومين اللي فتحه؟ ايه ده؟ اللي فتحه يقفله. ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت حاجه صعبه قوي. صعبه ولا مش صعبه؟ وانت هتحاسبني؟ الله 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 الله. انا بالراحه لو سمحتي، بالراحه. مادموزيل سارة. نعم. حضرتك اتفضلي في الترابيزة وكل الأكل بتحبيه هيوصلك لغاية عندك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. سامع. علي نعم، أنت راجل بتفهم. الله. يا فندم الهوالي من زي حضرتك اللي كلهم اتيكيت ما ينفعش يقف في طابور أبدا. اتفضلي يا فندم. يا أهلا وسهلا. وأنت بقى هتطلع مين يعني في اللاكاندا دي؟ مع حضرتك غلاب عبد الوهاب المستشار القانوني لمستر فارس قنديل صاحب اليغمة دي. صاحب الأوتيل يا فندم. حصل لنا الشرف يا سيدي. حضرتك مستر فارس بعت لك الكومبليمو ده. قنبله؟ ايه؟ لا يا فندم، قنبله ايه؟ اعوذ بالله. كومبليمو يعني هديه، شويه بتاو على شويه فايش، حاجه كده تاكل صوابعك وراها. وانا ناقصه بتاو؟ انا هربانه من نيها من البلد. يا فندم ده اخذ مجهود من مستر فارس، ده فولكلور شبه الدرس العظيم بتاعك ده. ساعتك ممكن مستر فارس يقعد مع حضرتك نص ساعه وبالمره ياخد رايك في التيست بتاع البتاو والفايش. سوري ما بقدرش انا اقعد مع راجل غريب، ما بقدرش. لا غريب ايه؟ ده صاحب الاوتيل. ان شاء الله لما تقعدي معاه هتلاقيه قريب قوي ان شاء الله. وعد. جيلاطي ده ولا حجر؟ ياي. ايه راح فين؟ ده انا ما صدقت خدت لك منها معاد. انت مش شايف بتاكل ازاي؟ عادي عادي، علمنا الاتيكيت بعد الجواز، عادي سهلة. يلا اتكل على الله ربنا يوفقك. صباح الخير. انت هتستقبلني؟ مين انت؟ انا فارس قنديل صاحب الاكاندا. انت بتاع البتاو؟ على الله يكون عاجبك. خايب، ما بتعرفوش تعملوها هنا، فشله. ربنا يخليك، ميرسي قوي على ذوقك. عادي. بالمناسبه الافوكاتو بتاعك كان قال لي انك عايزني في موضوع مهم. ما قالكيش بقى انا عايزك في ايه؟ لا ما قالش. ايه القرف ده؟ ما تقول كنت عاوزني في ايه؟ المحامي ما قالكيش انا عايزك في ايه؟ ما قلت لك لا ما قالش. طيب هو انت في حد في حياتك؟ كتير. عندي اهلي وحاجاتي وخلاجاتي والبط والبهايم. بهايم؟ لا انا في حد جايل عليكي؟ مين اللي استاجر يقول عليا حاجه؟ مش قصدي يعني مرتبطه متجوزه مخطوبه؟ لا انا بمزاجي اروح واجي ولسه ما اتخبطتش في نفوخي. طب انا اخبطك انا في نفوخك؟ قصدي يعني انت تخبط فيا؟ يا خبطه في نفوخك انت، تخبطني بتاع ايه؟ تتجوزيني. خلي بالك ممكن يشتغلك ويطلب انه يتجوزك. انت عايز تتجوزني؟ شفت الهنا اللي انا فيه؟ اهلا. ايه اهلا دي؟ يعني موافقه ولا مش موافقه؟ لا يعني بقول نتعرف على بعض الاول، ندرس بعض. لا لا اصلا انا مستعجل. مستعجل ولا خايف؟ خايف. وهخاف من ايه يعني؟ اطير منك اكمني لقطه يعني، امشي من اللقنده العفشه بتاعتكم دي
وما تعرفش تلاقيني تاني. لا صح، انا خايف تطيري مني. طيب هشاور عقلي واقعد مع ذاتي وبعدين ابقى رد. على بركه الله. تفضل. لا متشكر. طب انستنا. يعني ايه؟ يعني قوم. انا الغلطان. منوره هنا. عامل دخان يا ولد. اتفضل يا كبير. ايه دي؟ جارة دي ولا صاروخ دي؟ شتمز يا كبير، شتمز. شتمز. قعد كده اشتغل اعمل اي حاجة. يا كبير. الو. ايوه يا عم مخيمر. مين معايا؟ هو انا رقمي مش متسجل عنديك ولا ايه؟ انا مكسل ابص على الاسم، مين معايا؟ صابره يا مخيمر صابره. طار ولا العار يا صابره؟ ده انت قديم. بقول لك ايه؟ انا لقيت الكلب اللي اخوه كتل ابوي. لقيتيه؟ لقيتيه ازاي؟ معقول الصوره اللي انا رسمتها طلعت صح؟ رسمه ايه يا مخيمر؟ الرسمه دي تتوه بلد. انا عرفته لما قال لي انه عايز يتجوزني. طبعا عشان عايزني ما خلصش عليه. يبقى تخلصي عليه دلوك. يعني يا عم بخبر كنت بقول يعني اقتله الاول ولا اتجوزه الاول بعدين ابقى اقتله. اللي بتقوليه ده؟ وانا بعدك تاخدي فطار ابوكي ولا بعدك تعملي فرح ونجيب بقى ويجز وحمو بيكا ونف في ايه يا بيت؟ يعني انا كنت بقول يعني اللي احسن ان انا اتجوزه الاول بعد كده ابقى اخلص عليه هيبقى اسهل وبعد كده هنكون يعني فوق مستوى الشبهات. اللي اخوه قتل بوكي ما يصحش يلمس شعره منيكي. الطار ولا العار يا صابره؟ اقفل يا مخيمر اقفل. انا خابط، هو طار مهبب من اوله. انا غلطانه اني خدت شورتك. قوم يا كبير. ايه ده؟ عاوزه اجازه 3 ايام ويمكن ازودهم شويه. ليه؟ عادي تعبانه وعايزه ارتاح. لا لا مش وقته. رصيد اجازتي يسمح. بس ظروف الشغل ما تسمحش. هاخدها بدون مرتب. انا شايفك مصممه يعني. من الاخر كده جاي لي عريس. عريس؟ انت جايلك عريس؟ وما يجيليش ليه ان شاء الله؟ بنت ولا مش بنت؟ ومين العريس ده؟ مستر سامح الجست اللي عندنا. غريبه. مع انه شاب كويس يعني وما يستاهلش الحاجات دي. يعني ايه ما يستاهلش؟ ما عشان شاب كويس هيتجوزني. هيتجوزك ازاي بقى؟ وانت في شهور العده. هيخطبني الاول ويستنى لما عدته تخلص ونتجوز. ولحق بقى يحبك في 24 ساعه. عنده نظر. ماشي تمام. امال انت مش انت عايز تتجوزي؟ اتفضلي على الشغل يلا اتفضلي. حاجه غريبه والله. اللي عنده نظر قال عايز يلبس نظاره. ايه ده؟ يا نهار اسود ومنيل. ايه كل عيش القصب دوت؟ يكونش فتحوا محل قصب في الاوتيل. الله يخرب بيتك. انت يا وليه لم حاجتك واطلعي بره. يلا يلا. مين انت؟ انت مالك؟ انا مين؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ هات الامن يا ابني. انا جست هنا وقاعده زي بقيه الخلق ما قاعدين هنا والخواجات دول. انا قاعده هنا في الاكاندا دي بفلوسي. انت جست؟ ايوه جست يا اخي. جست من بوقك. يلا يلا بره يلا بره. انزل انزل. انزل ليه؟ في ايه؟ اقول لك تعال. ايه ايه كلامي في سر؟ انا حتجوز صاحب الاكاندا دي كلها. انت عروسه فارس الجديده؟ لا كان في عروسه قديمه. كان في موديل قديم ووديناه الحرفيين بيترمي دلوقتي. على العموم يا فندم الف الف مبروك وبالرفاعي والبنين. استاذن انا بقى. لا استنى. لا والله استاذن. والله ابدا. علشان اخلاقك الكريمه والنبيله دي خد لك العود ده شبرق نفسك بيه. يا سلام اشبرق. يا سلام والله زمان يا شبرقه. اصل شبرقه القصب دي شبرقه وشبرقه شبرقه وشبرقه شبرقه.
ايه مالك؟ اقول له هتجوز يروح يمدلي على طلب الاجازه في لحظه، في لحظه يا ادهم، ولا كانه صدق. وانت كنت مستنيه ايه؟ يرفض الاجازه؟ المفروض يتجن كده، اول ما يلاقيني هروح لراجل غيره. غير صدقتي بقى لما قلت لك ان فارس مش بيفكر فيكي؟ بالعكس على فكره، هو اول ما هيلاقيني هتخطب لسامح بجد هيفهم غلطه وهيجي لي. انا بجد نفسي افهم حاجه، يعني مين قال لك ان سامح بيحبك؟ هو ايوه، ما هو سامح بيحبك عشان انت شبه مراته، يعني هو لسه بيحب مراته الاولانيه. ولو اتجوزك فعلا بعد شويه هيكتشف ان انت مش مراته الاولانيه اللي ماتت، والموضوع مش موضوع شبه وخلاص يا فريده. انا ما فكرتش في الموضوع بالشكل ده. لا فكرتي كويس كمان، متاكده ان انت ما تنفعيش سامح. وانا ولا نفع سامح ولا نفع فارس، امال هنفع مين؟ ركزي شويه، ركزي، ممكن يكون في حد قصادك بيحبك لله في لله كده، ولا عايز يتجوزك عشان خاطر يورث من جده، ولا عايز يتجوزك عشان انت شبه مراته الاولانيه. وده هلاقيه فين بس يا ادهم؟ تلاقيه فين يا ادهم؟ يا رب. بحب واحده قمه في الغباء. اسكت يا رنا، ثلاثة بالله العظيم اللي انت واكلة الواكل كله. يا نهار اسود يا نهار اسود، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه اللي بعمله؟ كيف ما انت شايف زغط البط هنا في الاوتيل. ما الاوتيل بتاعكم ده الزفر فيها بعافية، اكيد الفراخ بتاعتكم فراخ جمعية. جمعية؟ فراخ جمعية. وايه ده كمان؟ ده هيثم، ديك البرابر جايباه معايا بطوله مع خمس فرخات. ديك اسمه هيثم؟ اللي بتعمليه ده يخرب السياحة في البلد كلها. ده فولكلور، حتى الخواجات واقفين من الصبح بيصوروا فيها مبسوطين. بيصوروا عشان يفضحونا. أصلاً بصراحة اتخنقت منك. أنت فكرتي؟ فكرت فيها بالظبط، مش فاهمة يعني. موضوع الجواز. أصلي يعني بصراحة يعني محتاجة أعرفك أكتر. حتى أنت يا صبرا. طب بقول لك إيه؟ إيه رأيك لو نروح أنا وأنت على سكة العاشقين؟ ايه سكة العاشقين دي؟ القعدة اللي بيقعدوا فيها العاشقين. قعدة العشاء يعني. ايوه هي دي. وهتروحي لي بقى بالزريبة بتاعتك دي ولا ايه؟ ما تقاطعش، هناك ربك يرزق. يا شيخة. ها يا ستي. عايزاني في ايه؟ يدك قطع يدك. حد الله بيني وبينك، ما تقربش ليا لحد ما يجي المأذون ويعقد عليا رسمي انا وانت، ولا مش دي الأصول؟ هي الأصول دي. ها. انما بقى تقعد تقرب لي وقرب لك وخطوه خطوه زي بتوع البندر، لا انا فهماكم. انا بس عايز افهم. يدك بقول لك نزلها. ايه عندكش اخوات بنات؟ هو انا مش فاهم انا عملت ايه يعني. انا بس يعني الجو جميل هنا يعني، البحر والشمس وال بص على ايه الوليه المروشه دي يعني. بقول الحاجات اللي هي مستر بس مستر بس تعبت في ايه؟ احنا مش قلنا لسه هتتجوز؟ يا ابني انا جيت جنبها. يعني هي كويسه؟ الله يخرب بيتك هجيب لي مصيبه. خلاص خليك معايا انا. بقول لك ايه؟ انا عايزك تلحقني يا مستر فارس، فريده هتتجوز سامح. طيب مبروك. مبروك حبيبي. مبروك ايه؟ هو انا خالها؟ انا عايز اتجوزها وعايز حضرتك تيجي معايا. اجي معاك اعمل ايه؟ عشان خاطر افضفضلك. فضفضلي؟ ايوه، انا مش بكلمك دلوقتي كصاحب فندق، انا بكلمك كصاحبي، كاخويا الكبير، كابي فارس، عشان خاطري تعالى معايا عشان افضفضك، محتاج افضفض لحد. ثانيه واحده بس يا ادهم، انا مشغول. طب انا شويه وبعدين هبقى. لا لا لا، تيجي دلوقتي معايا، عايز افضفض لحد، انا مخنوق جدا يا مستر فارس. روح خد عدوي فضفض له. بيجيب الطلبات غلط. خد سعيد. عايز تبس. روح للدكتور امجد. عايز حد يعالجه. روح لغلاب. لا 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 لا، متر غلاب بيحبسني، عشان خاطري تعالى عايز افضفض لك بقى. انت يا جدع انت. نعم يا جدع انت. ايه مالكش اهل تفضفض لهم؟ لا ماليش. مالكش اب؟ في جزر القمر. امك فين؟ في بلطيم. مالكش اخ؟ مالكش اخت؟ متخانقين مع بعض، ارمي نفسي في البحر، انا هرمي نفسي في البحر. سامع يا ابني؟ لا انت مش عايز تيجي معايا. حاضر انا جاي معاك. انا عايز افضفض. حاضر انا عايز افضفض. حاضر طيب خلاص. عايز افضفض يا ابني. انت عايز تجيب لي مصيبه؟ انت مش عايز تتجوز؟ عايز اتجوز. انا كمان عايز اتجوز. انت مش عايز تتجوزي؟ انا جاي اقتل. ايه؟ اغسل، جاي اغسل جسمي في البحر. اغسلي وانا بقى هاخده قبل ما انت تغسلي افضفض له. تيجي معايا عشان افضفض لك. تعالى انا هاخده واجي لك. ماشي. الله، لقيت الفضفضة. هذا من اللذات يا مفرق الجماعات. وانت يا فارس امك دعيالك. تفضلي
ادي يا ستي مكتبي في الاوتيل. اشمعنى؟ مش انت قلتي عايزين نقعد في حته لوحدنا ويكون مقفول علينا؟ ايوه قلت صح صح. انا مش فاهم انت سعديه ازاي، ده اللي زيك ما بيشوفوش عريسهم غير في ليله الدخله. الكلام ده كان زمان، انما دلوقتي بقينا مودرن. طب ها كنت عايزاني في ايه؟ خلصي انت اللي تقول لي. هنتجوز ميتة بعد اللي حصل بيناتنا في قاعدة العشاق. يا نهار اسود، انت هتلبسيني تهمة؟ ايه بقى اللي حصل بيننا في قاعدة العشاق؟ ايه مش قعدنا مع بعضنا واتفقنا مع بعضنا ودرسنا اخلاق بعضنا؟ هو احنا كده درسنا اخلاق بعضنا؟ ايوه. وبعدين انت مالك بخيل كده ليه؟ وتطلب لنا حاجة نبلي بيها ريقنا. اشرب عصير؟ ايوه اطلب لنا اتنين من الحجم الكبير. انا بقى مش عايز اتنين ليا انا. يا ساتر انت زفت. هات اتنين عصير. ايه حاجه صفاك؟ ايه في ايه؟ المأذون في اوضته مصمم على الانتحار. انتحار؟ وبيقول انت السبب. انا مش عارف سموك سعيد ليه، ده انت ما بتجيبش غير الاخبار الزفت. اتفضل. سيبني سيبني ما تمسكنيش. هيمسكني ما تسيبنيش. لا ارسى على حل مش فاهمك. ولا انا فاهم، انا هقتل نفسي دلوقتي. لا لا تفعلها يا استاذ. لماذا؟ ارجوك لا تفعلها. لماذا؟ يا جماعه اللي هنا، يا جماعه اللي هنا الحقونا، ازاي دخل بسلاح الخطير اللي في ايده ده؟ جماعه مين يا ابني؟ مفيش حد هنا غير انا وانت. بجد يا استاذ؟ ايوه. طب ليه حضرتك بتفرهد نفسك وتفرهدني كده؟ يا استاذ اهدى كده، دي الحياه حلوه. لا حياه مع الحياه ولا ياس مع الياس. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في مصيبه يا استاذ غلام. إيه؟ الاستاذ عايز يموت نفسه. ليه كده؟ خلي بالك لو موت نفسه دلوقتي انا مش هلحق اجيب دكتور ينقذه. دكتور وانت ايه تسباك يا ابني ولا ايه؟ لا ما تدخلش انت بقى، معلش ما تدخلش انت يا استاذ. بقول لك ايه؟ الا الايجو بتاعي انا الدكتور بطنه قد الدنيا، كبد كلاوي انا وسط مشاوي يعني بالظبط كده، لكن حديد وبارود لا لا. منكم لله، خليتوني اصمت من كتر الركنه. والله العظيم ما ذنبنا، ما انت عارف منه لله بقى. انت بالذات تسكت خالص، قلت لي هاجي اجوز صاحب الاوتيل وامشي على طول، واديني راكن جنبه من ساعتها. والله كلها ارزاق واسمه ونصيب، صدقني كل حاجه بوقتها يا مولانا. ارجوك اهو بينتحر اهو. بقول لك ايه، الانتحار هنا ممنوع، عايز تنتحر روح اي اوتيل تاني، ما تجيبلناش هنا مصيبه. انت كمان تسكت خالص، لما انت مش قد الجواز بتعشمهم انك تتجوز ليه؟ طب اهدى بس. إيه؟ مش قد الجواز عيب قوي، الجمله دي عيب قوي، انا اتحطت والله. هيلحق بيسخنك، ارفضه والدنيا قبضه. دلوقتي مفيش حل تاني غير انك تتجوز صبر، والا هتاخد اعدام اهو. هو يا اما هو ينتحر يا اما ناخد اعدام. خلاص يا مولانا خلاص، هو هيتجوز الليله دي ان شاء الله او بكره بكتير. تمام. انت مالك انت؟ روح اعمل لي قهوه اجري. الوزو الوزو ايه وزفت غوري انا؟ ايه ده حاجه غريبه قوي. ها هتتجوز ولا هتتجوز ولا ها هتنيل هتجوز؟ اذا انه لعبه. يا ولدي صبرا مالك قاعده كده زي تمثال نهضه مصر؟ مبروك عليك. انا كنت خابره انك مش هتقدر تقعد كتير من غير ما تتجوزني، ده انا لقطه. فعلا لقطه من اول السطر اهو، قضى خف من قضى. بقول ايه يا فارس، كاتب الكتاب هنكتبه هنا في اللقنده، لكن الفرح لازم أن يكون هناك في الصعيد. ده لو فضلت عايش. خلي بالك يا فارس، الصعيد هيضربوا نار كتير في الافراح، حاسب رصاصه تاج كده ولا كده في نفوخك تقتلك. يا ريت تبقى رصاصه الرحمه. رحمه؟ يعني نيران صديقه يعني. طب ايه رايك لو تاخد مني اللقمه الصديقه دي وتدفسها في خشمك؟ ادفسها في خشمي؟ ما تحسني ملفظك يا وليه. يا فارس ما تكسفنيش عاد، ده انا منقيها لك بيدي. ما هي عشان بيدك ما ينفعش اكلها. هتبص عليه ولا حاجة؟ ممكن اقعد شوية؟ اكيد اتفضلي. طب ايه قولك بقى يا فارس؟ انا بقول يعني لو ينفع تعدي عليا في اللوضة عشان تصلح لي الحنفية، اصلها بتخر في البانيوم. بانيوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اكيد انا عملت حاجة في دنيتي يا رب، اكيد. هو ذنب رانيا بتاعت الشربات، اكيد. مش انت صاحب الاكندا دي؟ صاحب الاكندا بس مش سباك، انت عايزه سباك. ويرضيك راجل غريب يخش على عروستك يا فارس. لا لا انت فاهمه غلط،
ده سباك مش راجل، يعني قصدي مش راجل غريب يعني. ماشي، بس يعني انا بقول ان احسن ان انت يعني اللي تاجي حكم. انا في كلام كتير عايز اقوله لك قبل ما نتجوز، مش بعد، قبل. قوم الولاء القلابة دي، قوم يلا بشي ماشي. هو انت قبض عليا ولا ايه؟ ايه انت معايا؟ معايا. ما تقلقش يا باشا، حفيد عندير هيتجوز البنت السعوديه، اه، وهيدينا فلوسنا باذن الله، بس ادعي له يعدي الولاد على خير، اه، عشان شكله هيبقى غرام ذهاب الجبل. سلام يا باشا، ما تقلقش. التحية يا حربي. الحنفيه ما فيهاش حاجه، امال بتقولي الحنفيه بايظه ليه؟ عارفة ايه ده؟ ده الفرد اللي هقتلك بيه. تقتليني؟ تقتليني ليه؟ عشان اخد بطارة ابويا منك. ابوك ايه؟ انا معرفش ابوك اصلا. اخوك هو اللي قتل ابوي وهرب من البلد كلها. اخويا ايه؟ انا ماليش اخوات، انا وحيدهم يا ابويا. كذاب والله العظيم، ده انا حتى ما دخلتش الجيش. اتشاهد على روحك. استني بس يا صبري، ده احنا كنا لسه هنتجوز. هتجوزك انت؟ خلاص يا ست بلاش 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 نتجوز. هم قالوا لي ان اخو القاتل هيطلب انه يتجوزك عشان ينسيك الطار يا صابرة. شهد على روحك. طب طب ثانية ثانية واحدة. اشهد ان لا اله الا الله. ايه ده؟ الحمد لله اخدت بطار ابوي ووفرت الرصاصه. ايوه يا مخيمر، بعتلك صوره المجرم اللي اخوه قتل بوكي، اسمه سامح، وعندك دلوقتي في الاقامه. سامح مين؟ انا لسه قاتله واحد اسمه فارس. زياده الطار طارين، ادفني فارس واقتلي سامح. ادفن بعدين اقتل؟ وانت بتلعب ببجي يا خيمر. كلام مات. وديني الغيط. امرك يا كبير. فارس ما تقلقوش يا جماعه، هيروح المستشفى ويبقى زي الفل. هتعمل ايه بالبتاع دي؟ هنسله زيت اصل هو هقدر قوي. ايه ده بلف الزيت ده في الطبي ولا ايه يا دكتور؟ ها؟ ما تيجوا نشوف. يلا اسود. دكتور فارس اوعي لا. انت بعت مطولنا هنا يا بطلة. انت على ايه الراجل الزب بتاعه بيتصمم؟ اسمه الدم. ما تقلقش يا سلام، هياخد الحورة دي ويبقى زي الفل. لا يا فندم حضرتك ما شاء الله، بس ليك هيبه يا فندم، ليك هيبه. لا 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 لا، مش عايزك تتوتر خالص. ايوه، لنعتبر ده ان هو مش تحقيق. اه امال ايه؟ نعتبره دردشه لذيذه. ايوه، ما بين اتنين اخوات اتنين صحاب. اه ايوه يا فندم. قول لي يا سيد الناس. قول لي بقى ايه ليه القلبه؟ ليه القلبه يا فندم؟ تحت امرك يا فندم. مرني ده اول واحد شفت فارس قنديل مرمي في الجنينه. ايوه يا فندم، انا اول واحد شفته مرمي في الجنينه. حصل يا فندم، شفته مرمي في الجنينه. ليه عملت كده؟ ليه شفته؟ ليه زقيته؟ ما زقتش حد يا فندم. ليه ما بلغتش على اللي زقه؟ يا فندم ما اعرفش مين اللي زقه، انا رحت هناك حضرتك كنت رايح عند البتاع، كنت عند المدير بتاع. ايه يا فندم؟ ما تطش احنا اخوات يا فندم. احنا اخوات؟ ايوه يا فندم احنا اخوات. ليه زقيته؟ انا ما زقتش حد يا فندم، هشرح لك. انا كنت عند المدير بتاع ورايح البتاع عشان دي البتا دي بوزعها على الناس، فلقيته تحت البتاع. بس حضرتك لو سالت عليا هقول لك ان انا بتاع شغل اساسا، ثم انا مش متوتر، احنا اخوات. سعيد، فارس قنديل عمره ما اداك تبس، وعشان كده قررت تقتله. لو كده كنت اتخلصت من الناس كلها، انا عمري في حياتي ما حد اداني تبس حتى انت. وبكده قررت تتخلص من الناس كلها، واولهم الراس الكبيره فارس قنديل. قتلته ليه يا فندم؟ انا اغلى من الغل، انا كل طموحاتي وتطلعاتي ان اخد تبس. افتكرت انا مره خدت تبس بس اتسرق مني في نفس اللحظه، بس هحاول وهفضل احاول، مش هيأس ابدا، لكن اقتل مستحيل. المتر غلاب احسن واحد ينفذ الجريمه الكامله. قول لي بقى يا متر،
قتلته ليه؟ هو يعني سعادتك انا قتلت من 3 سنين صرصار في الحمام. سادو تعمل مين؟ لا لا انا من يومها بعرفش انام غير بمنوه. بس اللي قتل صرصار يقتل اي حاجه. ما تنكرش يا متر انك فشلت تقنعه بالجواز عشان تاخد عمولتك، وبكده قررت تقتله. يا فندم فشلت ايه بس؟ فال الله ولا فالك. وبعدين ده لسه مهله جده ما خلصتش، يبقى ازاي فشلت؟ يا راجل وحد يتجوز بالسرعه دي؟ سعادتك جالك 30 مليون مش هتتجوز حالا يا فندم. 30 مليون يعني 30 الا كده من غير العموله يعني. يبقى عشان كده قررت تقتله. الله يخليك يا فندم، ده كله من ذوقك. ايه؟ زعلان على فارس قنديل؟ طبعا مش المدير بتاعي ده، انا مقهوره والله. مديرك يا ولا مديرك بس؟ فارس قنديل يبقى مديرك وحبيبك. حبيبي ايه حسن باشا الكلام ده؟ احنا ناس محترمه ما عندناش الحاجات دي. تنكري ان انت بتحبيه من زمان ونفسك تتجوزيه؟ تنكري ان انت بتحبيه من زمان ونفسك تتجوزيه؟ من غير زي حضرتك عرفت المعلومه دي منين؟ وانا ميك اب ارتست، انا ظابط مباحث. هي الحكومه مركزه معانا قوي كده يعني؟ لا مركزه مع المجرمين بس. انا مش مجرمه طبعا. بعد كل اللي عملتيه لفارس وكل اللي قدمتيه من حب، شعر، ميك اب، اي لاينر، جت صبرا بعبايتها السمرا من الصعيد خطفته منك، وطبعا حيائك كانثى ما قدرتش تستحمل فقررت تقتليه، صح؟ ممكن نركن موضوع القتل ده في جنب خالص؟ فارس مش هيتجوزها، مش هيتجوزها، افهمها لكم ازاي؟ بعدين هو اصلا طول الوقت قرفان منها. فانت قررت تقتليه عشان خاطر تريحيه من القرف اللي هو عايشه مع صبرا. يمكن. هتعمل ايه؟ تجلع خلقاتك ليه؟ انا متعود احقق وايدي ما فيهاش اي حاجه. صبرا، فارس قنديل قال لك انا قرفان منك، قرفان منك، قرفان منك، وانت ست صعيدية دمك حالي ما قدرتيش تستحملي الاهانه فقررت تقتليه، تقتليه، تقتليه. ايه الاوفر ده؟ ما قتلتوش، بعدين يقرف مني كيف؟ ده كان بيحبني وهيتجوزني، ده انا كنت بشيل اللقمه من خشمي ادسها في خشمه. ايه القرف ده؟ طيب تفسري بايه؟ ان احنا لقيناه مرمي تحت بلكونتك، انت اللي زقلتيه؟ عادي يعني السيما ما خلتش تلاقيه كان يعني بيطلع عشان يجي لي البلكونه زي اسمه ايه، جوليو روميت. جوليو روميت؟ ايوه الواد ده اللي شبه البنات ده اللي غرق في التايتانيك، اسمه ايه ده اللي هو رونالدو داكابوريو. داكابوريو؟ ايوه ليوناردو ديكابريو بقى داكابوريو. تفاصيل. الحمد لله ان فارس هيموت قبل ما يتجوزك. هو ما ماتش؟ لا ما ماتش، وان شاء الله هيفوق ويقول مين اللي حاول يقتلها. انا مش فاهم يا سعاده البيه ايه اللي جابني هنا. انا حاسس ان حضرتك عايز تحطني في قفص الاتهام، بس انا ماليش دعوه بالموضوع دوت. مش عارف ليه عايز ادخلك في قفص الاتهام؟ عشان انت اللي قتلت فارس قنديل. انت بتبص فين؟ بكلمك انت. بكلمنا؟ بكلمك انت يا باشا. قتله ليه ان شاء الله؟ انا مامور ضرايب مش قتال قتله. وفارس قنديل ما دفعش الضرايب وعشان كده قررت تقتله. بتبص فين؟ انا بكلمك انت. حضرتك بتكلمني انا؟ مفيش غيرنا يا باشا. قتله ليه؟ عشان ما دفعش فلوس الضرايب. هي فلوس الضرايب دي راح لخالتي، ما راح للدوله. وانت راجل بتخاف على حق الدوله. اه فقررت ان انت تقتل فارس قنديل عشان ما دفعش حق الدوله. بتبص فين؟ بتبص فين؟ انا بكلمك. حضرتك بتكلمني انا؟ ايوه يا باشا. قتله ليه؟ انا مالي بالحاجات دي كلها؟ انت مين اللي قال لك على الحاجات دي يا باشا؟ تنكر ان في طار بايت ما بينك وما بين فارس قنديل؟ المتر غلاب قال لي على كل حاجه. المتر علاب قال لك على كل حاجه؟ المتر غلاب. معلش يا باشا، اصل انا لما بتوتر النقط بتروح مني. لا 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 مش عايز توتر خالص. سيجاره؟ انا هقول لك على كل حاجه يا سعاده البيه. طبعاً عرفت اللي حصل. طبعاً أنت أكتر واحدة زعلانة على فارس. أنا؟ ليه بتقول كده؟ شفتك كنت بتجري ورا عربية الإسعاف وكان هاين عليكي تركبي معايا. هو أنت ناسي إنه المدير بتاعي؟ هو المدير بتاع الكل، إشمعنى أنت اللي عملت كده؟ أنت بتبالغ قوي على فكرة. أنا بس مستغرب، المفروض عروسته هي اللي تعمل كده. عروسته؟
انت بتصدق الكلام ده؟ فارس عمره ما يتجوز واحده زي دي ابدا. انت مش شايف هي عامله ازاي؟ يا رب يفوق عشان نعرف هو هيتجوز مين بالظبط. تفتكر هو لو فاق ممكن يرجع لها؟ ياه، الدرجات دي خايفه يرجع لها؟ لا بقى، واضح ان اعصابك تعبانه قوي النهارده. اعصاب انا برضو؟ تصدق انا غلطانه اني اتكلمت معاك؟ عن اذنك. يابا 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 يابا، قدر ولطف يا صابره، قدر ولطف. لمي خلقاتك وريلك في اسنانك واهربي اهربي اهربي يا صابره. وقتو ده وقتو ده وقتو ده. ايوه. الو، مين معايا؟ انا صابره. صابره يا مخيمر. الطار ولا العار يا صابره؟ طار ايه ونيله ايه؟ ما اتكشفنا خلاص. الضابط شاكك فيا يا مخيمر. الضابط شاكك في الاكندا كلتها. لو هربت دلوقتي هتبقى انت اللي هربت لوحدك، وهيشك فيك لوحدك بس. يا سلام، يعني عاوز نستنى لحد ما اللي اسمه فارس ده يفوق ويقول لهم ان انا حاولت اقتله؟ لا، انا عايزك تفضلي قاعده لحد ما تقتلي سامح، بعد كده تهربي عادي. اقتل سامح؟ وانا بقتل دبانه ولا ناموسه يا مخيمر؟ القتل هنا وعر قوي. الطار ولا العار يا صبره؟ اهو ده اللي انت فالح فيه، طار وعار. اقول له ايه ده بس؟ اقول له ايه؟ ما هو كازيون هو، خسس عليك حاجه؟ ايه لي جاي تاني؟ تاني يا كبير. عيب يالي. اها، قفشتك يا غلاب. بقى انت تستخبى مني انا؟ زهدي بيه، انا استخبى منك؟ الله، واستخبى ليه؟ استخبى ليه؟ عشان فتنت عليا قدام الضابط، قلت ان في طار بايب بيني وبين فارس، عايز تلبسني المهمود. لا، اكيد انت فهمت غلط يا باشا. ده قالها لي وش، انت اللي قتلته. يبقى هو اللي فهم غلط. ما هو بالعقل كده، الضرايب ليها فلوس عند فارس. افرض فارس مات، مين هيجيب حق الضرايب؟ البوليس. يا سلام، تقوم انت ملبسني القضيه. لا ما تخافش، انا هدافع عنك بنفسي. يبقى خدت اعدام باذن الله. من بقك لباب السماء. وبعدين بالعقل كده، يعني انت مش محضر مأمور ضرايب صغير كده لا قدر الله لو حصل لك حاجه يتصرف؟ لا، انا محضر محامي صغير كده يدافع عني باذن الله بعد ما اقتلك. يا سعيد، بقول لك ايه؟ سعيد استنى يا غلاب. ايوه يا مخيمر، ايوه انا خارجه من الاكندا دلوقتي. سيبت خلجاتي، انا سيبت خلجاتي. انا عايز اقول لك حاجه مهم، انا هستنى لما سامح ده يبقى يخرج من المكان ده، بعدين بتاكله. على فين يا عروس؟ اجيب امه. ايه امه؟ اجيب ابره وابور الجاز. الابره وابور ايه؟ وابور الجاز. وابور الجاز؟ والله انا اللي جبت جاز من عمايلكم كلكم. في عروسه تسيب عريسها وتروح تجيب ابره؟ ده كلام برضو. هو فين عريسي ده؟ فين؟ ها، مش انت اللي قلت ان هو في المستشفى في العنايه المتركزه وممنوع الزياره؟ لا، خرج من الصبح بدري من العنايه المركزه، في اوضته دلوقتي. في اوضته في المستشفى؟ لا، اوضته هنا في الاوتيل. سبحان الله سبحان الله. مالك كده يعني مش فرحانه يا خيتي؟ كيف؟ ده انا هطرشق من الفرحه. مش شايف الطرشقه؟ مش شايف شيء؟ باين بصراحه. ايوه، ما دام بتطرشقي من الفرحه، يلا بينا بقى، احنا رايحين له على اوضته. دلوك؟ اه دلوك. امال دلوكيت؟ بيني وبينك يعني؟ بفكر اجيب معانا المأذون نكروت فارس ونجوزهولك قبل ما يفوق من تأثير البنج. يلا يلا يلا. طب وابور الجهاز؟ انت مش قلت انه هيفوق دلوقتي؟ ايوه فندم، هو فعلا فاق، بس احنا اللي مش واخدين بالنا. مش انت فوق دي فاروزه؟ ها؟ اجيب لك ميه سكر. انت بتكلم مين؟ انت مدعي يا ابني؟ بتكلم مين؟ انت بتشتغلنا؟ مين ده اللي فاق؟ ده نايم وفي سبع نومه وقرب يشخر كمان. ايوه يا فندم، ما انا هفهم حضرتك بالراحه. بص يا فندم، هو الاول بيفوق لجوه. لجوه؟ اه، وبعد كده بيفوق لبره يقوم يحس بينا كلنا. ايه الفكت ده؟ انا ماشيه. لا، ودي تيجي لازم مستر فارس لما يقوم يلاقي عروسته الحلوه. الله عليك وعلى رمزيتك الجميله. هو ده. انا فين؟ انت في الاوتيل يا مستر فارس. الحمد لله على سلامتك. الف حمد لله على السلامه يا فارس. الحمد لله على السلامه يا فروسه، قدرت انقذك من الموت. موت؟ موت؟ وانا كنت هموت. بالراحة على الراجل، انت ايه ده؟ راجل لسه من غيبوبة. بالراحة، ركز معايا ركز معايا. انا مستنيك عشان تفوق عشان تقول لنا ايه اللي رماك تحت بلكونة صبرا. صبرا مين؟ صبرا عروستك. انت سيدي يا فارس ولا ايه؟ بالراحة. فارس
مين فارس؟ يا نهار اسود حلاوه، ده مش فاكر اسمه. الحمد لله على كل شيء. الله يخليك، ركز معايا، كلنا مستنيك تفوق عشان تقول لنا مين اللي حاول يقتلك. اتكلم بقولك. يقتلني هو انا كنت هتقتل؟ ايوه، ومحدش يعرف مين القاتل اللي انت قاتل. معرفش مين القاتل. انتوا مين؟ نهار يوم كحلي، ما تعمل حاجه يا دكتور الغابره انت. اطمنوا يا جماعه. ايه بس يعني الناس كلها ولعانه توتر وانت اطمنوا يا جماعه. ايه عنده ايه يا فندم؟ اقول تاني عنده ايه؟ طيب حاضر. هو تقريبا فقد الذاكره نتيجه للوقعه اللي وقعها من البلكونه. يا نهار ابيض. مالك مشاعرك الفياضه باينه قوي. على فكره يا فندم، فقدان الذاكره ممكن يبقى بشكل مؤقت. ايوه، يعني ممكن مثلا يقعد معاه لمده 3 4 سنين، 15 سنه، ويرجع له بشكل سرسوبي. وانا بتحاسب ولا ايه؟ حاسب انت لابس ابيض، اه ملاك الموت والشيطان لابس احمر. تفتكر يا سامح فعلا مستر فارس فقد الذاكره؟ وارد، الوعكه جامده جدا. مش قادره اتخيل الانسان لحظه كده ينسى حياته فجأة بدون أي سبب. مش مهم، المهم حياته اللي جاية. اللي جاية إيه؟ ما اللي جاي مبني على اللي فات. مش شرط. مش شرط إزاي؟ جايز إن ما قدرتيش تقنعيه بيه زمان، تقدري تقنعيه بيه دلوقتي بعد ما فقد الذاكرة. تقصد إيه؟ يعني مقترحاتك في الشغل مثلا أو أي حاجة تانية. والله فكرة، من إذنك. فريدة، تنسيش تطمنين عملت ايه؟ حاضر. انت ايه؟ يعني ما لقيتش مكان فاضي على البركة. بركة؟ اه انت قصدك البسين. بس ايه بركة؟ مش فارقة. طيب ما علينا، هديك عايزة حاجة؟ يعني الجو جميل وبركة وخضرة، قلت هاجي اقعد مع الوجه الحسن. يا ربي يخليكي، شكرا بعد اذنك. اقعد، اقول لك بركة وخضرة ووجه حسن، سليني. نعم يا فندم. طهجانة، سليني. ما تقلقش، ان شاء الله ذاكرتك هترجع لك قريب قوي. والله يا انت اسمك ايه؟ فريدة. والله يا فريدة انا نفسي مش عارف اذا كنت عايز ذاكرتي ترجع لي ولا ما ترجعليش. ليه بتقول كده؟ اصل في بيلمان هنا اسمه سعيد. ايوه اسمه سعيد. أوه. قال لي ان انا قبل ما افقد الذاكره كنت واقفه مشاكل كتير قوي. ده حقيقي فعلا، بس احنا كنا هنحلها سوا. يعني سوا انا ومين يعني؟ انا وانت طبعا. اه ده بصفتك مديره الاوتيل ولا مديره الريسبشن؟ عشان انا خطبتك. خطيبتي؟ حط صوتك هيسمعونا. ايه ده؟ مين دول اللي يسمعونا؟ خطوبة دي كانت في السر ولا ايه؟ حاجة زي كده. تعالى مقولك، اصل انا في شهور العدة يا شيخ. والله قدامي شهرين ونص وتخلص، المفروض ان انت بتموت فيا وبتحبني وهتستناني ونتجوز. محدش يعرف الموضوع ده غير انا وانت. سرك كبير، شهرين ونص؟ اه، انت حتى رفضت تتجوز اي حد بسرعة عشان تاخد الميراث بتاعك. والله وانت تستناني عشان انت بتحبني. انا؟ مش ممكن. مش ممكن ليه ان شاء الله؟ ما تحبش انا وانا ما تحبش. لا مش قصدي، انا قصدي يعني مش شايف يعني دبل في ايدينا ولا حاجه. امال انا بقول ايه من ساعتها؟ خطوبه سريه. اه عشان كده مطيه صوتك يعني. اه غريبه قوي الحكايه دي. ما تخافش، انا مش هسيبك ومش هتخلى عنك، مش عشان يعني انت فقدت الذاكره فانا هروح اتخطب لواحد غيرك يعني. يا شيخه لا 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 لا، براحتك براحتك خالص. انا اصلا مش فاكر انا مين، ولا فاكر ايه اللي بيحصل، ولا فاكرك اصلا. على فكره الاهتمام ما بيطلبش. انت قلت لي اسمك ايه؟ فريده. ماشي يا مجيد. يا رب، بقالي ساعه مش فاهم منك نص كلمه. اباي يعني اعمل لك ايه؟ يعني انزل بالترجمه؟ انا اسمي صابره مش انيس عبيد. الله، كمان متعصبه. الله، انت مجرلف ودوران، انت عايزه ايه؟ قصدي يعني اقول لك إن البت
اللي انت حاطط عينيك عليها واللي اسمها فريدة. لا 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 ما اسمحلكيش تقول عليها بنت لان انا ما بحبش أصلاً. انت اساسا امك خلقتك وانت مستباح. الله اسمك الله. سامح. ايه ده انت كمان بتقلش على اسمي؟ براحتي. المطلوب ايه؟ قصدي يعني اقول لك ان البت اللي انت حاطط عينيك عليها واللي اسمها فريدة هي بذات نفسها حاطة عينيها على فارس. ومش فارس ده خطيبك؟ كان ده فعل ماضي قبل ما يتجندل على عينيه ويفقد الذاكرة. يعني ناوية تبيعيه وتسيبيه؟ وانا اساسا كنت اتمكنت من ايه؟ عايزة مني ايه؟ خد اقول لك. نعم؟ خد اقول لك. انا ما عارفاش اتحدث معاك هنا. الناس بيبصوا علينا. ناس مين؟ انت شايفة حد انا مش شايفه؟ ايه رأيك لو انا وانت نروح مع بعض على سكة العاشقين؟ سكة العاشقين؟ سكة العاشقين؟ انت قصدك قعدة العشاق؟ ايوه هي دي. مالكم محبكينها كده كومبلكس كلكم؟ الله على الانجليش بتاعي. قاعدين في سياحة وكده. عايزة ايه؟ عندي كلام كتير رايدة اقوله لك. انت لازم تفهم حاجة مهمة جدا، لازم تتجوز بسرعة قبل المهلة اللي مديها لك جدك الله يرحمه ما تخلص. ايه ده؟ هو انا جدي مات؟ الله يرحمه. وكمان موصي انك لازم تتجوز في خلال شهرين، والا هتخسر 30 مليون جنيه، ده غير عمولتي بقى والمصاريف الإدارية. ايه الغلاسة دي؟ جدي ده كان غلس قوي. لا لا لا، عيب 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 يا ولد. انا ما اسمحكش على جدك كده، عيب. ومش عيب يعني ان هو جوزني بالعافية؟ انت مش فاهم، انت اساسا بتحب الجواز. بتحب الجواز جدا. كنت والنبي يغلبها عايز اتجوز، عايز اتجوز يغلبها، وتشدي في الجاكيت وانا حاسس بيك. ده انت فظيع في موضوع الجواز ده. يا خرابي. انا خلي بالك هتتجوز بنت صعيديه. يا سلام، لهطه قشط على صحن بيض وعيش مفقع اسمها صبره، اجمل ما انجب وجه ابلي على الاطلاق. وكمان صعيديه. انا ايه اللي وداني الصعيد اصلا؟ يا عم انت هتخلف عيال جدعان ورجاله وهتسميهم كلهم هريدي. افخر بنفسك يا ابو الرجاله. وادي صورتها هي يا سيدي. استنى انت هتنبسط اهي. يا مالها ناشفه كده؟ انا هتجوز دي؟ هي دي اللي انا وقعت في غرامها؟ انت بتحلم بيها ليك 20 سنه ويا شاء العليم الكريم تخبطه راس في راس كده تقابلها. قدرك. لا لا لا، ده مش حلم، ده اكيد كابوس. مبروك يا عم، هتحقق كابوسك وهتاخد براس جدك كمان. كلنا بقى ننبسط كده ونصرف ونسدد ديوننا. هو حضرتك مين؟ يا صبرا ما يصحش كده. لا هو انا فين من الارض هنا؟ ايه اللي انت بتعمليه فيا ده؟ لا فيلم خرج ولم يقعد يا خفيف. يا اوعي، هو انت صاحبه بهيمه؟ وانت بتقول تبقى زي بهيمه من بهايمي؟ خلي بالك من ملفظك بقى. ادي اللي كنت عامل حسابه. ادي اللي كنت عامل حسابه. يا عم عامل حساب ايه؟ سامح استغلك انت فقدت الذاكره وبدا يلعب على صبرا. ودي تلعب عليها دي؟ يا عم سيبه. يا عم قوم الحقها، قوم 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 يلا. خليه يشربها. شربها ايه؟ كده مراسها هيضيع علينا. علينا؟ عليك يا سيدي. انا بقول لك ايه، انا بحذرك والله العظيم ده انا غير في داهيه. مستر فارس. سعيد خير؟ كنت عايز حضرتك في كلمتين على الانفراد. ما احنا على انفراد اهو. اقعد. بعد اذنك يا عم اقعد. أنا في سر خطير كنت مخبيه على حضرتك طول الفترة اللي فاتت. مخبيه هنا يعني؟ لا. سر إيه؟ أنا أخوك يا فارس. يا حبيبي طبعا أنت زي أخويا، قول بقى إيه هو السر؟ لا أنا أخوك بحقه حقيقي. مش شايف حتى الشبه اللي بينا؟ حواجبنا زي بعض، لون عيوننا زي بعض. أنت عليك سودة. مركب لينسز حتى. ركز. إيه ده؟ حبيبي يا أخويا، تعالى سعيد، تعالى في حضني. ياه 40 سنة ما شفتكش حبيبي. حبيبي يا فارس. حبيبي يا فارس. حبيبي يا سيد. اقعد يا حبيبي، اقعد يا حبيبي. حبيبي بس انا ما حدش قال لي حاجة عن الموضوع ده. اصل جده قنديل كان مكبي عليك السر دوت. اكمن يعني كنت بيلمن. يا حبيبي بيلمن ده انت. لا 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 خلاص، من النهارده مش هتبقى بيلمن. ربنا يخليك يا فارس، ربنا يخليك. جده قنديل. جده قنديل؟ كنت محوش معاه 100,000 جنيه كان بيستثمرهم لي. فانا يعني بعد اذنك عايزهم دلوقتي من غير فوائد. 100,000 جنيه زي ما هما. 100,000 جنيه؟ وجبتهم ازاي وانت شغال بالما؟ كنت بحوشهم من تعبي وشقاي.
وهو بصراحة كان مستأمني وأنا كنت مستأمنه. جده بقى. لا يا حبيبي من عناية، أنا أديهم لك طبعا. يا أخيرا لقيتك، أخيرا لقيتك أخويا. فاكر، فاكر يا سعيد، فاكر جنينة الأرمان؟ أحلى جنينة. وفاكر، فاكر المراية الصغيرة اللي كنا بنلبسها دي؟ أحلى مراية. فاكر دادا نفيسة؟ أحلى دادا. امشي يلا غور من هنا. ليه؟ لا في أرمان ولا في دادا، امشي يلا. سعيد قوم اقف، قوم اقف. البس البتاعة دي. حاضر. لف. غور في داهية. وال 100,000 جنيه. غور. يا أخويا. غور. حاضر حاضر أنا. 100,000 عفريت ركبك. يا خزاكين، يا خزاكين، يا تعبني حال. إيه ده؟ فارس. معلش مين حضرتك؟ طبعا اكيد مش فاكرني عشان فقدت الذاكره. هو انا كنت اعرفك قبل ما افقد الذاكره؟ انا حبيبك مأمور الضرايب بتاعك. لا مأمور الضرايب بتاعك غلط، في مأمور ضرايب لكن مفيش مأمور ضرايب بتاعك. بتاعك عشان حبيبك وهنحقك من السجن اللي انت هتخشه. ايه ده؟ هو انا كنت هتسجن؟ كنت وما زلت. ليه؟ لانك تعتبر متهرب ضريبي انت وجدك. بس ما تقلقش، احنا توصلنا لاتفاق ضمني قبل ما تفقد الذاكره ب 10 دقايق. وايه بقى الاتفاق ده؟ انك هتنشفنا مبلغ الضرايب على طول، توتو على كبوته اول ما تقبض الميراث. وكمان هدفع مره واحده؟ ده من كرم اخلاقك وانسانيتك، قلت اللي انت هتبني لنا مبنى الاداره الجديد في العاصمه الاداريه الجديده. وانا كنت طيب قوي كده قبل ما افقد الذاكره. كنت طيب وهتبقى اطيب بعد ما فقدت الذاكره. لا 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 بص، انا مش فاكر اي حاجه من اللي انت بتقوله ده. وعموما كلم المحاسب الضريبي بتاعي. ايوه امين. مش فاكر، اكيد عندي محاسب ضريبي. ايوه صح، اكيد مش فاكر عشان فاقد الذاكره. ايوه اللي هو مين يعني؟ يا عم انا فاقد الذاكره. الله. حاضر يا فارس، والله لا تندم. يا غزالي يا غزالي يا تعب لي حالي يا غزالي. ممكن اعرف انت جايباني هنا ليه؟ انت اسئلتك كتير ليه؟ انا يعني بحب المكان ده اكتر مكان بحبه في الكوكب، يعني ده الموقع اللي انا بحبه جدا. انت جيت هنا قبل كده؟ لا دي اول مره. ايه ده صبرا، عايزه ايه؟ انا يعني كنت عايزه عايزه يعني زي ما تقولك كده. ايوه دقيقه. ايه؟ دقيقه ايه طلعي؟ دقيقه ما تغشش. اغش؟ عايز اقول لك، عايز اقول يعني كنت عايزه اقول لك يعني خلصيني. عامل لك ايه؟ ما الخط وحش. طب هات هات هقرا. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ انت بتهزر؟ انت على طول مستعجل. امسك دايم، هات ده. 2 كيلو طماطم و2 خيار. انت عايزه مني طماطم؟ ايه ده؟ ايه يا صبري؟ اخوك قتل ابويا وانا جايه هنا عشان اخد بطار ابويا منيك. اخويا انا ما عنديش اخوات، انا كل اخواتي بنات اصلا. وانا ايش ضمني؟ أنا هقتلك من باب الاحتياط. إيه ده إيه ده؟ ليه طب يا صبرا؟ طب استهدي بالله بس، استهدي بالله. اتشهد على روحك. خلي نفسك. ثابت. المكان كله محاصر، البحر محاصر. عايز تقتلي سامح يا فندم. عايز تقتلي سامح بعد ما حاولت تقتلي فارس؟ والله وقعت يا صبرا. والله وقعت يا صبرا. والله وقعت يا صبرا. أنت رايح فين يا حسن بيه وسيدي؟ رايح فين؟ ما خلاص وقعت. نعم صبرا على البوكس. حاجته الوجيه يا حسن بيه. صبرا مش ندمانه. العار ولا الطار، العار ولا الطار. بس يا جماعه لما عرفنا ان صبرا قاعده مع الاستاذ وائل. سامح يا فندم. يا فندم سامح. سامح قاعده مع الاستاذ سامح في قاعده العشاء، عرفنا ان هي دي الفرصه المناسبه عشان نقبض عليها متلبسه. عرفتوا منين انهم في قاعده العشاء؟ لأن كان ساعتها. ايه يا استاذ؟ انا فاكر السؤال ليه بس معلش. انا واقف اتكلم. اتفضل. الخطه دي حطيناها مع الاستاذ سامح يستدرك صبرا عشان خاطر تحاول تقتله عشان تاخد بطار ابوها منه. وانتوا ازاي عرفتوا انها جايه تاخد طار ابوها منه؟ اقول لها انا ولا تقول لها انت؟ لا اتفضل قول لهم حضرتك. احنا عارفين ان صبرا كانت بتحاول تقتل مستر فارس عشان شكا ان اخوه هو اللي قتل ابوها، لكن بعد التحريات اكتشفنا ان سامح هو اللي مقصود واتفقنا معاه على الخطة. طب هو مستر فارس قال لكم ازاي ان صبرا حاولت تقتله وهو اصلا فقد الذاكرة؟ اقول لهم انا ولا تقول لهم انت؟ لا اقول انا بقى المرة دي. الحقيقة يا جماعة انا ما فقدتش الذاكرة ولا حاجة. ما فقدتش ما هدي كانت فكرة قالها لي حضرة الضابط عشان نقبض على صبرا. يا جماعة صبرا لو عرفت ان مستر فارس فقد الذاكرة مش هتخاف وتهرب، هتفضل في الاوتيل لحد ما تقتل سامح. يا سبحان الله، ده طلعت الدنيا صغيرة قوي. شوية. ثانية واحدة.
ده تليفون صبر. الو الطار ولا العار يا صبرا؟ ايوه يا ام خيمه. ايه دي؟ مين معايا؟ انا الضابط حسن. اجهز عشان جايين ناخدك. ضابط؟ يا رب يا رب عروسه المستر فارس يتجوز وفريدة تركز معايا بقى لو سمحت. في سويت محجوز باسم عفرت اباظه. حاضر يا فندم. ثانيه واحده. ايوه يا فندم انا عندي سويت باسم عفرت اباظه. حضرتك هنهزر؟ اكيد لا. لا يا فندم ما اقصدش والله، انا ليا خلاص مع عفرت. عفرت بابي خلص بقى. حاضر يا فندم. مستر عفرت فين؟ ليه؟ فضول بس مش اكتر. هم بيخلوني بصراحه اسال اسئله في الريسبشن، انا نفسي ما اعرفش بسالها ليه. سافر عنده شغل فجأة، في مشكلة؟ لا يا فندم مفيش أي مشكلة، حضرتك منورانا. تحب حضرتك أنقلك من السويت لغرفة سنجل؟ لا خليني في سويت سنجل. حضرتك هتقعدي في السويت لوحدك؟ واي نوت؟ لا واي نوت واي نوت، أكيد طبعًا تحت أمرك يا فندم. حصل. أستاذ حضرتك بس ممكن أي دي؟ ينفع باسبور؟ طبعًا يا فندم ينفع. يا سلام. أمريكاني؟ في مشكلة؟ مفيش أي مشكلة يا فندم، يعني أمريكاني بولندي كله تحت أمر حضرتك يا فندم. سنجل؟ يا ابني ما قلت لك سويت، انت ما بتفهمش. لا يا فندم مش قصدي، قصدي حضرتك ان حضرتك سنجل يعني مش متزوجه. ده انت منورانا، احمدك واشكر فضلك يا رب. والله يا فندم منورانا. تمام يا فندم. استاذن بس حضرتك يا فندم، هنملى بس شويه البيانات دي، ريجستريشن كارد. شكرا جدا. ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ انت عامل ايه؟ مش نظاره في الريسبشن؟ ايه حلو اهي. حلو الكلام ده جوه مش انا قدام الناس. جاست ايه؟ ايوه. تمام يا فندم، ميرسي جدا يا فندم. حضرتك ده كارت السويت معانا وكومبلمنتري مني يا فندم، اللي جايب لحضرتك فطار. فطار عندنا بيبدا من 6 ل 10، بس عشان خاطر حضرتك 11 12 يجي على الاوضه. طالما سنجل منورانا يا ست الكل. السويت ده على البحر مش كده؟ والله يا فندم نفسي اعمل حضرتك الاكسبشن ده، بس للاسف لو على البحر هيزيد 1000 جنيه في الليله. خليه على البحر. خليه على البحر عادي. معلش سؤال، حضرتك مش فارق معاكي 1000 جنيه في الليله؟ لا مش فارق عادي يعني، واي نوت. فكره يا ده في سويت لوحدها، شايفه الناس اللي عايشه. يا ساتر ايه ده؟ مالك؟ الف سلامه. جالي مغص فجاه مش عارفه، ممكن طلعوني الاوضه وحد يجيب الشنط من بره بليز؟ اوكي يا فندم. بس يخرب بيت عينك، في حد هيجي معايا؟ هو حضرتك اكيد اكلتي حاجه من الشارع تفتكر؟ واي نوت. طب ممكن بس حد يطلع لي شنط بقى واطلع بسرعه عشان مش قادره اقف خالص خالص. من عينيا يا فندم من عينيا. سعيد اهلا وسهلا يا فندم. الحمد لله على السلامه، احنا في عيد النهارده. والله في عيد. ايه ده؟ هو ده احسن سويت عندكم؟ ده السويت الرويال بتاعنا يا فندم، صاحب الاوتيل نفسه ما يجرؤش يقعد فيه. فعلا؟ اه. ليش؟ انا متاكد ان بابا ما شافش الاوتيل قبل ما يحجز، بس يلا ما علينا. خد دول امسك. ايه فندم؟ 20 دولار دول اغيرهم لحضرتك في الكاشير؟ لا دول عشانك. تبسي؟ صحيح، الحزن يعلم البكا والتبسي يعلم الزغاريد. في وانا للاسف ما بعرفش اغرط. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في انت يا استاذ، انت ما تجيبليش مصيبه. انت يا اسمك ايه؟ انت يا يا سيد سعيد، انت يا اسمك ايه؟ انت اصحى. انا مين؟ انا فين؟ انا ازاي؟ معلش يا انسه، اصلها اول مره تحصل لي. ان انت تدخل ان حد يديك بقشيش بالدولار؟ ناخد بقشيش اصلا. اصلا؟ بعد اذن حضرتك. ممكن ما تقوليش لحد في الاوتيل انك اديتيني بقشيش عشان الضرايب. ضرايب؟ يعني داري على بقشيشك يزيد، ده غير النفسنه والحقد اللي في الاوتيل كله. احنا عايشين في قحط بقالنا فتره هنا يا انسه في الاوتيل. كل ده عشان 20 دولار؟ واكتر من كده كمان. لا مش هقول لحد. بصراحه انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي. ميرسي جدا على الكومبليمون الجميل دوت. عفوا يا سيدي. ايه ده؟ ده الكارت بتاعي يا فندم. اني واي اني تايم في اي وقت تلاقيني قدام حضرتك. شكرا. مش يلا بقى ولا ايه؟ في ايه تاني؟ في ايه؟ بتعيط ليه؟ ايه اللي حصل؟ اني واي. ايه المجانين دول يا ربي؟ اي بابي. لا مفيش، بس دي رابع مره تعملها فيا. تقول لي سبقيني وهاجي وبعدين ما بتجيش. لا مش هستنى. براحتك يا بابي. اوكي.
لا مش متضايقه خلاص اللي انت شايفه. لا نيم مروه لسه وصلوا النهارده قاعده في سويت اون بيتش الون. ها لوحدها يعني؟ مش عرفك ان انا هسالك عنها. ايش عرفك؟ ده مفيش حد في الاوتيل ما سالنيش عنها. يا حلو. ايوه قوي. ايوه لسه منزلها كوبايه عصير ادتني تيبس كنز دولار. ايه كنز دي؟ عصير؟ عصير ايه؟ كنز من خمسه. يا سلام. امال سبتها يعني كام؟ لتر. طب انا عليك حمار مش فاهم حاجه. هي قاعده قد ايه في الاوتيل؟ كنز ليالي لتر ايام. خمس ايام ست ليالي. ايوه ايه ده؟ ايه ده؟ ده احنا بنتكلم فرنساوي لملم. امال ايه يا نعم؟ ليه اونكس ده مفشلش مقش سويد الصندي؟ ايه ده ايه؟ ده مالوش علاقه بالفرنساوي اللي قلته ده. ما انت هرينا كلام غلط، حد قال لك حاجه؟ ماشي. بقول لك ايه؟ نزل لها كوبايه كوكتيل وقول لها ده كومبليمون من مستر فارس. مسيو يعني قط كومبليمون قول مسيو. طب غور بقى غور يلا. كل سنه وانت طيبه. ادهم. يعني انا عامه بحب اهتم بالاخرين وانت مش اي اخرين، فقلت اجيب لك حاجه بسيطه مش مالك بس يا رب تعجبك. ميرسي بجد تحفه. انا والله كان نفسي فعلا في جراب موبايل. انا خدت بالي بتعميم عامله حقيره وترميه في اي حته فقلت انا ادلعك. بس بقى انا هحطه في الدرج مع باقي الهدايا عشان كلهم يبقوا في درج واحد. ماشي يا ست اعملي اللي انت عايزاه. سلام النهارده عيد ميلادك. انا بقى هديتي ليكي النهارده في عيد ميلادك. لا لا سعيد انت جايب لها هديه. ايه؟ مش هاخد منها تبس في اي حاجه تطلبها مني بعد كده، ايه رايك؟ انا عمري اديتك تبس. شفتي حرمتي نفسك من هديه كبيره ازاي؟ بس سعيد بس سعيد بس حبيبي بس. يا راحت فين؟ يا ايه؟ النضاره بتاعتي. النضاره بتاعتك؟ ايوه اللي جابها لي مستر فارس. دوري كويس، ده انا كان عيني منها. انا دورت عليها في كل الادراك مش لاقياها. اطلعي بره حضرتك، اطلعي بره دوري عليها، ما انت طول اليوم كنت ماشيه بالاوتيل لابساها كانك اول مره في حياتك تلبسي نضاره. ادهم. نعم. اطلع بالنضاره. نعم يا ماما. هو انا هبص النضاره؟ انت منفسن مني من ساعه ما انا كنت واخده النضاره من مستر فارس. يا سلام، وانا هنفسن منك ليه؟ ده حتى جايبها لك من مفقودات الزباين. اي سعيد الكلب ضحك عليا وشربني حاجه ساقعه بصودا وقلت له على كل حاجه. يا سلام، وامجد وغلاب شربوك حاجه ساقعه بصودا؟ ثلاث ثواني ثلاث ثواني مالكش قدام يا سعيد. اتفضل يلا يا طفص. روح شوف النضاره. غلطان اصلا. معدتي تتقطع. قميصه ولا يتقطع؟ سأقتلكم جميعا. سأسجنكم جميعا واحدا واحدا. بس 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 كل حلفائك هانوكا ريتشارد. بس بس في ايه؟ انت عملت في ايه؟ مش المفروض يمشي؟ ما انا مش عارف يعني ما يصحش برضه يمشي الراجل كده، يعني ناخده لحم ونرمي عضم. هو احنا متجوزينه؟ يا ابني في ايه؟ في ايه؟ حضرتك مالك؟ في ايه؟ طلبت من هذا العدوي اكلا كي اكله. جاب لي حاجة شبهه كده، أعتقد إنها عدوي بالجبنة. سأقتلكم جميعا. سأسجنكم جميعا. أنت أكلته إيه؟ الله يخرب بيتك. ما أعرفش والله، هو طلب أكل صيني وأنا ما بفهمش في الأكل الصيني. يخرب بيتك. طب معلش أنا الأوتيل هيعمل لك كومبلمنت. لا 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 أريد أكلا آخرا. لا 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 مش أكل، هعمل لك كومبلمون حلوة جدا. ولا شوربا آخرا. لا مش شرب، أنا عازمك يومين في الأوتيل. ها؟ عازمك يومين بس من غير أكل. في هذه الحالة من الممكن أن أفكر قليلاً. شكراً رجالة، تكلوا أنتوا على الله، نجملكم في الأفراح. إيه ده؟ إذا كان هذا العرض سارياً إذا معدتي ارتاحت. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. إيه الأدب ده؟ يا ابني هو مش كان تعبان؟ لا ما ده صيني ده. ما بيتكسرش. ايه؟ انت حتى بتضربني؟ هو ايه اللي تجيبه اللي جايبه؟ صباح الخير يا حفني، هات لي القهوه بتاعتي. ابن حلال ابن حلال مصفي. شوف عروستك جديده يا عم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ ست دي ولا راجل؟ يا عم ست، ركز كويس وريني. لا 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 هي كده على عدتها.
لو عجبك ابعت القاهره اجيبها لك الصبح. عجباني ايه؟ ما لقيتش اوحش من كده تجيبهولي. ياه شفتهاش انت قبل الحادثه؟ وكمان عامله حادثه؟ يا عم انت هتقبض 25 مليون ميراث. مش كانوا 26؟ ايوه ما في مليون عشان عمليه التجميل، ما انت شايف كلمتها. لا 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 مش محتاج عمليه تجميل ولا غيره. انا لقيت واحده بقى زي القمر، هي لوحدها ملكه جمال. يا راجل استنى بس، بص بص الحلاوه. مش معقول. لا لا هي عدلتها كده كمان. جمال والحلاوه دي في الاوتيل وانا معرفش اعمل لك ايه. ما انت سايبني بقى ومركز في ضحايا الحوادث بتوعك. شايف؟ لا لا ضحايا ايه. لا ركز انت مع الماده الخام للجمال والجاذبيه. لا فظيعه. هات يا عم. ايه هو انت اللي هتتجوزها ولا انا؟ بس انا عايز منك خدمه بقى، عايزك انت اللي تفتحها في الموضوع. انت هتخبطني ولا ايه؟ هو مين اللي هيتجوزها؟ انت مش لسه قايل انك انت هتتجوزها؟ يا عم انا اللي هتجوزها، بس اصلها غنيه قوي واكيد مش هتبقى مستعجله على الجواز يعني عشان طمعانه في الفلوس. شوف لك حل يا اخي بقى، شوف لك حل. انت اللي بتتصرف. لا هو في معلومه انت ما تعرفهاش، انا حبيبي محامي مش خطبه. تعبتني معاك والله، تعبتني معاك. ايه ده؟ بس انت طب رايك انها شاكك انك محامي اصلا؟ هات لي يا ابني قهوه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو راح فين؟ ما كان معايا الصبح. راح فين؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ فريده مش لاقيه نظارتها لغايه دلوقتي. احسن عشان تبقى تظن فين انا سرقتها، بس هو كان معايا الصبح. تفتكر راح فين؟ هو في حاجه ضايعه منك انت كمان ولا ايه؟ قلم غالي قوي عندي، كان مديهولي مستر قنديل الله يرحمه في عيد ميلادي ومش لاقيه، كان معايا الصبح مش لاقيه دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله؟ انت فرحان ان انا مش لاقيه؟ لا كده فريده هتعرف انك ما سرقتهاش بدليل انك اتسرقت زيها. ايه ده؟ وانا كده اتسرقت؟ لا اتخرجت من الجامعه يعني. ايه اللي اتخرجت من الجامعه؟ احنا هنهرج يا ابني. انا عايز افهم دلوقتي انت بتقول ايه اصلا؟ انا قصدي يعني لا يكون يا اخوانا هقول في ايه؟ انا مش لاقي الساعه الغولكس بتاعتي. ساعه غولكس؟ وانت كنت اخر مره شايف فين الساعه غولكس؟ انا كنت بتشطف في البنزين حطيتها بره. لا 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 ارجع بالجمله، هات اولها كده. كنت بتشطف في البنزين. كنت بتتشطف في البنزين؟ ايه المشكله؟ كنت بتتشطف في البنزين؟ انا بشرب منه في ايه؟ لا مش اي مشكله عادي. لا لا ده دكتور امجد في مصيبه. لا 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 يا هوتيل. لا 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 يا هوتيل دي مصيبه كبيره يا دكتور. ادهم دكتور هو فين؟ هو مين؟ ادهم صارحني. دكتور قول لي. ادهم قول لي الحقيقه. دكتور وانت قول لي. انا بتمخمش وانا كده توترت. فين الكتيب؟ كتيب ايه؟ الكتيب الطب الحديث بتاعي يا جماعه ضاع مني. لا ايه ده في ايه؟ يا جماعه اصل احنا كده حاجات ادهم بتتبخر مننا. ايه يا دكتور؟ انا بضيع يا جماعه. لا صحتك يا جماعه انا بختفي منكم. لا ما تختفيش على فكره انا مش موجود دلوقتي. لا انا بدوب. لا ما تدوبش يا جماعه انا بكش. لا ما تكشش. ده من هو. لا ده امجد اوعى بيروح مني. يا ادهم اوعى يا دكتور مسك نفسك. يا جماعه انا كنت هبقى نبغى اسطوره الطب الحديث بعد دكتور حساسيس. هتبقى يا دكتور. مش مصدقه خالص. بس انا كده عرفت مين اللي سرق. مين؟ اكيد في حرامي في الاوتيل. نبغى ايه؟ الواد ده نبغى ما شاء الله. صح اديله على وشه لو سمحت. صح اديله على وشه. وانت بقى نبغى عندي سؤال، بما ان احنا كلنا اتسرقنا اشمعنى فخامتك اللي ما اتسرقتش؟ ليه؟ هو انا هفية؟ غلط غلط. يا لهوي معلش يا دكتور. لا والله محترم ليك. لا 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 لو حصل حاجه بعالجه. معلش يا جماعه ريسبشن. مين ده اللي هفية؟ انا اسف انا قصدي يعني ايش ياخد الريح من البلاط؟ يا واد يا غلبان. وبعدين انا حيلت ايه غير ال 20 دولار اللي خدتهم من اللي اسمها مروه؟ 20 دولار نهار ابيض. Anyway. احسن احسن. اتقلب يا عيني. لا اتقلب ايه هو هفية؟ لا انا ما اتقلبش في اول تبس كاتبه في حياتي. وان شاء الله اخر تبس تاخده في حياتك. ليه يا اخي حرام عليك؟ بالراحه بس دور كويس كده يمكن في حاجه تانية اتقلبت ولا حاجه. ايوه اعمل ريفريش للميموري بتاعك ممكن تتذكر. اسمع كلام الدكتور يلا دور كده في اي حته. لا باجي زي ما هو. ايه ده؟ ايه ده؟ جعان. انت بتطلع سندوتش من بوريتا. انت حاوي يا ابني. انا مش قادر افهم. سندوتش بطاطايه وحضرتك بتشطر في البسين. ايه؟ سيرك؟ عايش انا في سيرك؟ لا ايه؟ الساندوتش ده مش هيلسي. مش هيلسي؟ هاتوا. اتفضل يا دكتور. ده لانشون ولا رومي؟ متر غلاب قال لي ان انت بتدور على عروسه. بس بصراحه بقى ما توقعتش ان انا هلاقي عروسه حلوه كده. بس انت مستعجل قوي يا استاذ فارس. فارس ايوه يا استاذ فارس. انت مستعجل قوي. هو مش حكى لك على ظروفي؟ قال لي وبصراحه اللي خلاني وافقت ان انا كمان عندي ظروف فقلت احط ظروفي على ظروفك ونتجوز يعني. طب ما هي يبقى اتفقنا. لا بس برضه يعني انا لوحدي. هو انت ما فيش حد من اهلك هيجي يحضر الفرح؟ في بس بابي مسافر طول الوقت عشان هو بيشتغل في اليونايتد نيشنز ومش فاضي لي وسايبني لوحدي. طب وماما؟ سايباني لوحدي يا كده. يونايتد نيشنز برضه؟ لا ماتت من سنتين. الله يرحمه. سوري. بس يا سيدي فقلت بقى ايه اللي يخليني ابقى لوحدي؟ فكرت في الجوازات. قدم لي ناس كتيره جدا جدا كلهم كويسين بس رفضتهم كلهم. كلهم كلهم كلهم
ولا واحد قابلتيه؟ ولا واحد. ليه؟ ما كانش فيه كيمستري. بس انت جيتي في ملعب. ايه؟ انا بقى ملك في الكيمستري. بجد؟ انا كنت بذاكر الدفعه كلها. كلها؟ انا بتاع الكيمستري. يلا نتجوز بقى. ايوه بس انا مش هلحق احضر نفسي يا استاذ فارس. فارس معلش يا استاذ فارس، انا مش هحضر نفسي، انا عايزه اجهز، انا بنت، انا عروسه، عايزه مكياج، شعر، فستان. هقول لك على فكره حلوه قوي. ايه؟ هنكتب كتاب النهارده واستلمي الميراث واعملي شعرك بعد كده، اعملي اللي انت عايزاه. ما قلتليش يا فارس هو الميراث ده قد ايه؟ لا ده فضول والله، انا خايف على فلوسك. لا لا ده انا فرحان قوي، انت لما سالتي على الميراث يبقى خلاص اتفقنا. نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه بس مش لازم على حاجه الفاتحه. يا سلام، ده انت تؤمري، ده انا ممكن اتبحلك عدوي اصلا. لا مش للدرجه دي، بس ايه عندكم حلو هنا؟ بصي الباستا حلوه قوي. عاوزاها ايه بقى؟ ريد صوص ولا وايت صوص؟ الريد صوص حلوه جدا، والبيف على فكره تندر لاين حلو جدا بجد. راحت فين؟ راحت فين بس؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، راحت فين؟ قول لي مبروك. مبروك ايه؟ مبروك على ايه؟ مروه وافقت ان احنا نتجوز بكره. معقوله؟ اه بس عايزه 2 مليون جنيه مهر وزيهم مؤخر صداق. لا يا عم ده كتير قوي. بالنسبه لها مش كتير. ما انا قلت لك انا مش عايز اتجوز واحده غنيه زي دي. يا عم استنى بس يا عم. 2 مليون على قد المهر حاجه حلوه قوي، يا دوبك على قدها. طب وبالنسبه للمؤخر؟ لا لا بطل تشاؤم بقى، انت ايه اللي هيخليك تطلق واحده زي القمر زي دي وبنت ناس؟ على رايك، ده انا ما صدقت لقيتها. ادعي لي انا الاقيها. هي ايه دي؟ المحفظه، من ساعه ما صحيت وحطها في جيبي مش لاقيها. يا اخي هتلاقيها راحت هنا ولا هنا؟ استنى بقى اما اطلب مروه اطمنها. يلا. يا رب لا. ايه ده؟ ايه؟ الموبايل مش معايا. الله، ده واضح انها فرقه في الاوتيل ودايره على الكل. انت مش ملاحظ ان في حاجه غلط؟ وانت مش ملاحظ ان في حاجه غلط؟ انا ملاحظ ان في حاجه غلط. طب وبعدين هنفضل نلاحظ وبس؟ يلا نشوف ايه الغلط في تعالى بقى نشوف ايه. بص بقى، انا متاكد ان هو اللي سرقنا كلنا. متاكد ازاي يا فارس؟ يعني انت بس عشان حاطه في دماغك ساعه فجاه يا راجل. ايوه دافع عنه عشان وعدك هيشغلك رجل اعمال، صح؟ فارس بتاع كده يعني، هو جاي من الصين عشان يشتغل عشان في مصر. خبط خبط خبط. مساء الخير غلاب، الحقني يا غلاب، النجدة الغوث، لقد سرقت. انت كمان سرقت؟ سرق منك ايه؟ اتسرق مني عمري. عمرك؟ ايمين يعني اشيائي. اين اشيائي يا مستر فارس؟ اشيائك اللي هي ايه يعني؟ لا ادري، اننا في الصين نقول اين اشيائي. ظلمت الراجل، ظلمت الراجل، اتسرق منه عمره واشيائه. يا عم انت بتصدقه؟ ده بيحور عليه. لا انا لا احور، انا اتكلم بجد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دعيت عليكم بالصيني. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ضيعت نفسك اهو. دع عليك والدعوه الصيني بتنزل بضمان سنتين. شيل شيل. صوتي لوحدها، أنا الناس اللي عايشة. مسيطر منك. مالك يا فندم في إيه؟ لا إيه؟ أنت اسمك إيه أنت؟ أنت يا سيد ولا يا سعيد أنت ولا اسمك؟ لا 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 ما تعصبنيش يا سمير، لا لا. ماما مالها بالقضايا؟ الله، ماما تعمل بسلة، تعمل رز، ده في البيت يا بابا. لا بحذرك يا سمير، الكلام ده ما ينفعش معايا أبدًا. سمير تاني؟ معقولة كلنا نتسرق في يوم واحد؟ نحن طلعنا هفا قوي. اخرس اخرس. معاك حق، انا اسف لسعادتك وسعادتك انت كمان، واضح انك اتسرقت بمزاجك. هو الاوتيل ده ما فيهوش كاميرات مراقبه؟ فيه طبعا. خلاص نفرغ الكاميرات عشان نعرف مين الحرام. ايه بتبص لبعض ليه؟ هو بصراحه الكاميرات اللي عندنا بتصور بس ما بتسجلش. ايه ده؟ ده ايه التخلف ده؟ مين متخلف العمل كده؟ مين متخلف العمل كده؟ حضرتك. انا يا فندم قصدي حضرتك، قلنا لك نغير التخلف ده ونجيب كاميرات جديده، قلت لنا مفيش فلوس. ها فاكر انا قلت كده؟ انا قلت كده. انت مالك انت؟ هو كل نقول حاجه انت تقولها. خلاص حصل الخير يا جماعه، اكيد حصل. ميس اندرستاندين. ميس اندرستاندين بس. ايوه قلت كده. انا عايزكم تخلصوا بقى. طب احنا ممكن نجيب كاميرات تانية. مش هنلحق، هيكون حرامي خد الحاجه وخلع. صح فاتتني دي. هو مفيش غير حل واحد، احنا نجيب حد يفضل موطوع 24 ساعة قدام المونيتور، يبقى عامل زي الجاموسة المربوطة في ساقية لغاية لما يطلع لنا حرام. سير. سير.
برافو عليك. سيبك مين ده اللي هيرضى بقى يتلطع 24 ساعة؟ ادهم طبعا. انا اللي هطلبه في ثانية؟ انت صاحب الفكرة، يبقى اكيد انت احسن واحد ينفذها. ما ينفعش تسحبها؟ لا لا، دي حلوة قوي. الفكرة هايلة. تجنن. ما شاء الله عجبتكم قوي. خلاص اتفضلوا على شغلكم. يلا على شغلكم. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عارف ايه القرف ده؟ مفيش احترام خالص. ايه ده؟ بتعرف تعمل ايه؟ لا لا لا، هقول لك على حاجة. والله ما والله هقول لك، انا هريح دماغي. بص اقعد انت هنا. تشرب حاجة. حبيبي شكرا، تسلم. قوم على شغل، قوم على شغل، اجري. سعيد. حاجة عجيبة. ايه هي؟ سعيد. في حاجة غريبة. قول. سعيد. في حاجة شنيعة. انت اخلص. سعيد، انا طول ما انا ماشي في الاوتيل من امبارح الاقي الناس قاعده تبص لي كده بشكل كده في ريبه كده وقلق كده، واول ما اقرب منه يقول لي ويجري. ايه بقى ايه اللي بيحصل؟ انت عارف كل حاجه في الاوتيل، هتعرف ايه بقى اللي حصل. ما اعرفش بقى يا ادهم، انا خلاص قررت اكون في حالي. يا واد يا طيب يا بريء، هصدقك انت في حالك. يعني انت مش عارف خالص؟ ما اعرفش اي حاجه. يبقى رقف عينك وهتنط يا واد. هنشوف بس كنت انت بريء ولا مش بريء. نشوف بريك. نشوف بس كان انت مش عارف ولا عارف. سعيد قولي الحقيقة. سعيد، الناس كلها في الاوتيل بدأت تشك وتقول ان انت الحرامي. ايه؟ انا حرامي؟ حرامي بتاع ايه؟ ايه اللي فيا خليني حرامي؟ النعمة بدأت تظهر عليك. نعمة؟ ايوة، بدلة كحلي وقميص ابيض وجرافات تنبيتي. يا ابني ده يونيفورم. يونيفورم؟ بس شكله جديد. لا لا والله ده مغسول. بس مغسول؟ طب والساعة الكحلي الجديدة دي كمان؟ لا الساعة دي انا كسبتها في مسابقة فخر الغردقة. والله معايا صورة اهي مكتوب فخر الغردقة. انا عارف والله انا مش حرام يا سعيد. كداب يا فخر. لا والله العظيم مش كداب. وطالما الموضوع وصل لكده انا هقول لك بقى مين الحرام. مين؟ قول انت. برأ نفسك. هبرأ نفسي. دكتور امجد. ماله ايه يا غبي؟ ما انا بقول لك اللي سرق دكتور امجد. ها ايه دليلك؟ هقول لك دليل. دكتور امجد ده انت عمرك شفته في الاوتيل بيعمل اي حاجه؟ عليك فرخه؟ مفيش. طول الوقت قاعد في العياده مع الهيكل العظم بتاعه، يسرق ويحط تحت الهيكل فوق بقى. عندك حق، بس النعمه ما ظهرتش عليه زيك. خلاص انا عرفت مين اللي سرق. هقول انت. برأ نفسك. هبرأ نفسي. عدوي. ماله ايه يا غبي؟ ولا اقول لك كلمات متقاطعه؟ عدوي الحرامي. ايه دليلك؟ ايه دليلي؟ هقول لك. عدوي ده طول الوقت ماشي في الاوتيل ليه كده مش مركز، يجيب الاوردرات غلط، بيسرق الحاجه ويحطها تحت الصينيه فوق بقى. لا عدوي ممكن يسف المشاريب بتاعت الزباين ويزودها ميه، لكن يسرق مستحيل. خلاص كده بقى ما فاضلش غير واحد بس هو اللي حرامي. مين؟ قول انت. برأ نفسك. هبرأ نفسي. سعيد. ماله يا انت غبي يا ابني؟ انت سعيد وحرامي. واقول لك دليلي. انت بتسرق الحاجه وانت تقول لنا تيبس تيبس بتعمل نفسك غربان، وتروح واخد الحاجه حاططها تحت الطاقيه فوق بقى. انا؟ ايوه. انا حرامي؟ خلاص قول انت. برأ نفسك. هبرأ نفسي. دليلك. انا ممكن اكون مستغل لكن اسرق لا. انا ممكن اكون انتهازي لكن اسرق لا. انا ممكن اكون نصاب لكن اسرق لا. ميرسي يا ادهم. ميرسي ايه؟ انا ما صدقتكش اصلا. انا عايز اعرف مين الحرامي. انت يا ادهم. انا؟ انا لا انا مش حرامي. وثلاث ثواني، ثلاث ثواني لو لقيتك قدامي هوقع. بص او هوريك. امشي يا غطاوي، ما بتكلم معاك اصلا ولا بسالك. نور سيف. سيف؟ نو ام نوت سيف. قول انت. بره نفسك. بره نفسي ليه؟ ما انا جوه نفسي ما عملتش حاجه. انت 3 سكندز يو جو تو يور روم. نو مان فور يو. اسمك ايه؟ صاخر. لا روح الاوضه، روح الاوضه، روح الاوضه. يلا. ازاي فارس؟ ازاي كل ده يحصل؟ ما تحكيليش بصراحه، خفت اضايقك، وكمان عشان ما عطلكيش عن ترتيبات الجواز. لا خالص ولا تعطلني ولا حاجه. صحيح بابي جاي عشان يحضر كتب كتاب الليل ان شاء الله. طب حلو قوي، عشان يشوف خلقه الراجل اللي هيتجوزك دي ايه. بس بقول لك ايه، ما ينفعش تسكت على موضوع السرقه، لان الحرامي ممكن يسرق حاجات كتيره وحاجات مهمه او حد مهم ما تعرفش. ما انا عامل حسابي كويس قوي. بجد؟ ده اللي هو ازاي بقى؟ هنخلي ادهم بقى بيراقب كل الكاميرات اللي في الاوتيل. انت عندك كاميرات في الاوتيل؟ طبعا. ده اللي هو فين؟ انا ما شفتهمش خالص. عندنا في اللوبي. المطاعم، الكافيهات. طب وفي الكوردور عند الاوض قدام الاوض؟ لا يعني مش كل مكان. لا ما ينفعش خالص يا فارس، اول ما نتجوز لازم تحط كاميرات في كل حته. كل حته انا عندي الماس وحاجات تخاف تتسرق. يا ستي مش مهم، المهم نتجوز. نتجوز ايوه ان شاء الله. ده ادهم يظهر انه وصل لحاجه. يا ريت يا رب. الو ايه يا ادهم؟ ايه؟ ما وصلتش لحاجه؟
يعني ايه فص ملح وداب؟ لا 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 لا، اول ما توصل لحاجه قولي. ماشي انا هقوم بقى عشان ايه هقوم. رايحه فين؟ هطمن على الفستان ومجهز نفسي واوعد تكون حاطط كاميرا في الاوضه. يا ريت. تبع لك عمر. والله ما هسيبك يا انا يا انت. ماشي. انت بتكلمي نفسك؟ بكلم الكمبيوتر. عاصلك معايا حبتين بس والله ما هسيبه يأذي نفسه. هو مين ده؟ كمبيوتر. طب اعملي لي كارت الاوضه بتاعتي. ايه ده؟ كارت ضاع منك؟ شكلها نحساوي. هي مين دي؟ العروسه الجديده. لا 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 لا، انا ما اسمحلكيش تتكلم عليها بالشكل ده. ايه خلاص بقت صاحبه العزمه؟ خلاص هتبقى ام الليله دي. انت ازاي قايل لك نفسك تتجوز الليله دي والاوتيل كله بيتقلب منك وبيتسرق؟ ده انا ما صدقت ان هي وافقت. جايز تغير رايها. وبعدين انا سايب ادهم قاعد قدام شاشه المراقبه وهيعرف مين الحرامي. هاتي الكارت بقى. يا أدهم وصلت لحاجة؟ مصيبة يا متر مصيبة. أنت متأكد من اللي أنت بتقوله؟ طبعًا أنا بقالي 24 ساعة عينيا ما شافتش النوم. وشفتها؟ شفتها وهي داخلة الأوضة. لو حضرتك رحت الأوضة دلوقتي هتلاقيها جوه. دي حاجة غريبة أوي. أنا لازم أبلغ مستر فارس. استنى بس. استنى إيه؟ لازم أبلغه عشان يروح لها الأوضة ويظبطها وهي متلبسة. يا أدهم أنت ناسي إنه هيتجوزها النهاردة؟ يتجوزها بعد ما طلعت حرامية؟ لا مش حرامية. أكيد في حاجة غلط. واحدة غنية زي دي إيه اللي يخليها تسرق البضاعة وعفنة بتاعت فريدة؟ وال20 دولار اللي إديتهم لسعيد بنفسها؟ أكيد بتمر بأزمة نفسية يا أخي. لا بص يا متر، أزمة نفسية مش أزمة نفسية أنا ماليش فيه. أنا أروح أبلغ مستر فارس وهو بقى يعمل هو عايز وراه. اهدى شوية يا أدهم يا اهدى بس يا حبيبي. ما هو لو عرف حقيقتها مش هيتجوزها وهيضيع عليه مراس جده. يا سلام، يعني يتجوزها ويضيع عمره كله؟ لا سهل يعالجها بعد الجواز. برضه هبلغه. هو لازم أكشفها قدامه وأنا ضميري وشهامتي ما تسمحليش إن أعمل غير كده. تخيل أنت معاك حق. استمر أنت بس في المراقبة جامد قوي وأنا هبلغ فارس بنفسي. صقر يا متر، صقر قاعد. صقر ولد صقر. ودع العزوبيه والحريه. سامحيني بقى، انت البدله اللي هرتكب بيها الجريمه البشعه دي.
فارس هتودع العظميه والحريه؟ سامحيني بقى، انت البدله اللي هرتكب بيها الجريمه البشعه دي. يخرب بيتك انت وانت داخله الاوضه الشنطه ما كانتش منفوخه كده. انا مش قادر افهم ازاي فارس كل ده ما شافكوش في الاوضه. لا انا مش قادر اسكت. انا ايه ده؟ الموبايل فين؟ الموبايل فين؟ ابيض. وانت دخلت عليا وانا نايم وقلبتني؟ لا ما انا ما حدش هينفع يعرف ان انا كنت نايم. انا مش هسكت لك. اه سعيد، يا سعيد افتح. انا محبوس. طب المفاتيح فين؟ يعني الموبايل ولا مفاتيح؟ مستر ادهم، انت اللي حبستني صح؟ اطلاقا يا حبيبي، تلاقيها البنت الحراميه اللي اسمها مروه. غريبه دلوقتي بقت حراميه؟ ما انت من شويه قلت لي ما بلغش عنها. لا ما انا اقتنعت بكلامك خلاص، احنا لازم ننقذ فارس منها. انا كتبت له تقرير مفصل بكل اللي حصل. ايوه بقى، ايوه بقى، ما دام ايوه بقى يا سلام، ايوه بقى، يبقى انت ايه؟ خد بقى، خد بقى، خد. يا متر ما تثبت. لا اثبت انت يا دهومه حبيبي. يلا حبه حبه. ايوه الله تمام، مية مية. أدهم انت صاحي؟ أدهم انت صاحي؟ اوعى تكون صاحي. ها حلو قوي كده. نأكد بس حبيبي كده نام في سلام لحد ما ناخد القرار. يا مساعد يا رب. فاكرني هموت من غيرك؟ انا هكتشف نفسي من اول وجديد. الاوتيل بتاعك ده هسيبه لك يتطربق فوق دماغك. مش عايز تتجوزها؟ يلا روح اتجوزها واشبع بيها. صاحبك ما بيردش على الموبايل. فارس؟ اه مستر فارس صاحبك. مين؟ ادهم. هتلاقيه في اوضه المراقبه مقفوله بالمفتاح، بخبط ومحدش بيرد. بقول لك يا مولانا، انا عايز اصفع كاتب كتاب في الدنيا. ده يوم المنى بالنسبه لي. تخطف العريس احسن يرجع كده في رايه. بس هو فين؟ انا ايديا بتاكلني. نازل حاله ما تقلقش. اعمل حسابك لو المحاوله دي فشلت يبقى مش هيتجوز النهارده ولا هيتجوز في سنته. يا اخي فضل الله ولا فالك. مستر غلاب. ايوه. ما شفتش ادهم؟ مين؟ ادهم. لا خالص. مش موجود في المكان كله. ايه التهريج ده؟ ايه التهريج ده؟ مش هيحضر جوازه المدير بتاعه ولا ايه؟ ويحي ديزي السوب هاد كده مش هيبقى فيه شاهد تاني. انا جاهز بس تشوفوني. احنا لازم نبلغ مستر فارس. لا 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 احنا مش عايزين نقلقه في ليله حلوه زي دي. سيبوني انا ابلغه بطريقتي. ايوه باشا انا مراقبه من بدري اهو. اهو لسه هيكتب الكتاب. ما تقلقش هيكتب الكتاب باليمين هاخد منه الفلوس بالشمال. لا يزوق مني ايه ما تقلقش انا معلم له البدله بخطين سود. اه باشا يا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. يا مولانا يا مولانا اتركيني يا ام شعيب. ام شعيب ايه؟ يا مولانا اصحى. عايز ايه؟ مش عايز بياناتي؟ مش عايز بياناتك، انا حافظ بياناتك ومفيش فايده. ارجوك اتجوز المره دي. عايز اروح بيتنا، عايز افسح حيوان القندس اللي انا مربيه في البيت. ده زمانه فرحان انك مش موجود في البيت. وانت بتفهم في القندسه؟ طبعا انا بكروس قندسه اصلا. طب قوم شوف عروستك اختفت ليه لحد دلوقتي. ممكن تكون عند الكوافير. لا قالوا لي في البيوتي سنتر انها خرجت من ساعه. لكون هربت مع البيوتي سنتر ده. تصدق صح عشان كده انا لازم امشي. انت رايح فين؟ انت بتتلكك؟ لا انا كنت هروح اشوفها بس. اهي وصلت اهي. وصل وصل وصل. اه عود البطل
العروسه وصلت يا سعاده الباشا. الله الله، بما اني هتجوز بجد الليله دي. ايه رايك؟ عجبك الفستان؟ فستان بس، فستان وصاحبه الفستان. ده بابي بعتهولي. جميل جدا. عايزه بقى. تعالي يا حبيبي، تعالي. يا اهلا يا عروسه. اه الله ينور يا غلاب. احنا بنلعب، يلا مولانا اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. هيكون راح فين؟ ام خديجه المغربيه هي اللي هتجيب قراره. يا جماعه احنا دورنا عليه في كل مكان في الاوتيل ملوش اثر خالص. ما هو يا في اوضه المراقبه يا في حمام الستات. هلا يا ودي حمام الستات. ستات؟ بقول لكم ايه؟ انا الكتاب ده لو ما رجعليش انا ممكن اتلاشى اختفي. تفتكر فرقه؟ هو انت يعني كنت بتعرف تعالج وانت معاك الكتاب؟ سعيد امجد بطلي خبط يا فريده والنبي انت زهقتينا. قلبي مقبوض يا سعيد، في حاجه في الاوضه دي؟ حاضر يا ماما، حاضر. عرفت ان الاتوبيس جه يا حبيبتي. حاضر يا ماما. خلاص والله ما تلاقي المشرفه بتعزني وهتستنى يا قلبي. يلا يلا روحي انت بس. اتوبيس ايه؟ ايوه. الو الو. ايه مين؟ ادهم. انا فريده. هو انا سعيده. انا سعيد قصدي. افتح افتح يا ادهم. الباب مقفول من بره. متر غياب خضرني وحبسني عشان خاطر ما اقولش لمستر فارس ان مروه هي الحراميه اللي سرقتنا كلنا. او ماي جاد. مروه مين يا ابني؟ مروه اللي هتجوزها فارس دلوقتي. ما كانش اتجوزها اصلا يا جدعان. ادهم، الكلام اللي انت بتقوله ده متاكد منه؟ ايوه انا شفتها على المونيتور وهي داخله اوضته وخارجه من مسرويات. شنطه قد كده. هنجيلك تاني يا ادهم. باي باي. يا ولاد احنا ملناش مكان هنا. هنروح فين؟ حمام الستات. يلا بينا يا جدعان. افتحوا لي يا جدعان، بدات اتخرب والله العظيم. عندي فوبيا اسامي الاماكن المغلقه. لا ما انا مش يوم ما هموت هموت في اوضه المراقبه يا سعيد. استغفر الله العظيم، ده كان في ايدي دلوقتي. اين قلمي؟ اي ماي بوك؟ بن يا مولانا بن. هو بن البنين يعني. خلاص يا مولانا خد القلم بتاعي. ادي لي العريس خليه يوقع. وقع ارجوك وقع، عايز اشوف القندس. ايه ده مسهل؟ لا 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 استنى. اوعى تنطق. ايه في ايه؟ اوعى تتجوز البنت الحراميه دي. انت بتقول ايه يا ابن ادم؟ انت بيقول الحقيقه، عروستك هي الحراميه اللي بندور عليه. لا دي اللصه اللي قلبتنا كلنا. يا لصه بس عليكي. مش ممكن. ادهم شافها في شاشه المراقبه وقال للمتر، عشان كده خضره وحبسه لحسن يبوظ الجوازه. صحيح الكلام ده غلاب؟ انا اصلي ما صدقتش ادهم لما قال لي ان مروه حراميه. خلاص احنا فيها، نطلع الاوضه بتاعتها ونشوف المسروقات فوق ولا لا. لا يا باشا، شكل الجوازه باظت. انا شاكك ليكون الواد ده بيبوظ الجوازات دي كلها عشان ما يديناش الفلوس. ده شكله حويط. ايه يا باشا في ايه؟ ادينا دورنا في كل حته في الاوضه ما لقيناش حاجه. يحيى العدل. ايه يا ريس واحنا في محكمه؟ تحبوا ايه بقى يا اساتذه؟ نعمل محضر بلاغ كايدي ولا ازعاج للسلطات؟ لا يا باشا، ليه حضرتك تزعج نفسك وتزعج السلطات يا باشا؟ على فكره يا باشا والله العظيم والله العظيم ادهم شافها وهي بتسرق في الكاميرات. ايه ده؟ ده مش ادهم لوحده على فكره. مستر غلاب انت كمان شفت. انت بتزعقلي؟ كذاب ما حصلش. كذاب؟ لا انت هتشرف معاها على الاسم. ليه كده يا باشا؟ ليه؟ بتسيبوا المجرمين وبتاخدوا الغلاب يا باشا؟ ما تخافش، عندي في الحجز حته مسجل خطر اسمه جزره بيعمل تاتو بالمطوه. جزره؟ لا يا باشا انا مبشور لوحدي. مبشور؟ ماله ده يا جماعه؟ عايزين نشوف له ميه يا جماعه. ميه ميه ميه. اضربه على ظهري. مش انا واخده الاوضه كده. ودول ايه؟ كنت بتسقعيهم؟ موبايل مين ده؟ موبايل. محفظة مين دي؟ ايه ده؟ محفظتي؟ ليه يا مروة كده؟ ليه يا بابا؟ فلوس مين دي؟ دي فلوس سعيد يا باشا، أنا هبقدهم له. والفرشة دي يا جماعة بتاعت مين؟ بتاعتي. عارفة؟ أنا كان ممكن أسامحك على أي حاجة إلا الفرشة دي. أنا مش حرامية. بقول لك يا حضرة الظابط، إحنا نديها فرصة تانية، واضح إنها بنت ناس ومش وش بهدلة. ما تخافش يا متر، أنت كمان هتشرف معانا. أنا؟ ليه؟ مش أنت سترت عليها؟ مستر فارس الحقني عشان خاطر حضر الظابط. اوعى تسيبه، وديه الجزره. هو
وان جو. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه وانا متجنن؟ انا مش هسكت له، غلاب ده انا مش هسكت له، لو شفته مش هسكت له على فكره. حرام عليك، كفايه اللي هو فيه. كفايه اللي هو عمله فيا، ده انا غفلني ويحبسني في الاوضه، ده انا مسميني فخر الغردقه، يحصل فيا كده؟ فخر الغردقه ايه بس؟ انت اتخدرت ودوختنا عليك وانت كنت داري بنفسك. حلو، عشان خاطر الكلام اللطيف اللي انت قاعد بتقوله ده، انا لما يجي والله العظيم لوريله. بقول لك ايه يا ادهم؟ اهدى بقى. اهدى شويه، اعمل المديتيشن بتاعك عشان تهدى. اهدى شويه بقى كده، اهدى شويه يا فخر الغردقه. يا بينو ميسيو غلاب. ده غلاب ابيض. طب والله كنت ناوي اجي لك الاسم واجيب لك معايا كوكوماسو وسليزو. اه حضرتك تعرفني؟ حضرتك بتقول لي حضرتك؟ انت اتغيرت قوي ميسيو غلاب. الف حمد لله على السلامه يا فندم. مبروك البراءه يا برنس. لا ولا ولا نيله. انا خرجت على ذمه القضيه. ايه ده؟ الحمد لله القضيه لسه شغاله. لا لسه ان شاء الله ربنا يستر. ايوه ميسيو غلاب، هو ايه الحاجات اللي حضرتك بتطلعها دي؟ لا دي شويه براغيث اللي كانوا في الحجز مع الاخوه المزاجيين. ارش لي هنا هنا. ارجع ارجع يا عدوي، ارجع ابعد عننا يا مستر غلاب، ابعد. شباب مستر غلاب مبوق، ثواني هطلع صفحه البراغيث والقوارض. دفعوك كفاله قد ايه؟ فرحني. لا ما دفعتش كفاله، انا خرجت بضمان محل اقامته. اقامته؟ اه. هو مين ده؟ فارس بيه. الله، انا مش المحامي بتاعه يا جماعه، وانا عارف انه مش هيتخلى عني. هو فين؟ احسن لك بلاش توريله وشك دلوقتي، لحسن لو شافك هيبلغ عنك تاني. هو مش العفو من شيب الرجاله يا جماعه ولا ايه؟ طبعا. استاذ غلاب انت لازم تهرب دلوقتي، انا عايزك تتلثم وتهرب من هنا بسرعه. اهرب يا غلاب، اهرب بسرعه. خبوني اهرب بسرعه. براغيث وتتلثم. تعال. انت فاكر انك هتقدر تهرب مني؟ طب والله انت فاهمني غلط. فاهمك غلط؟ ايوه. بقى يا راجل عشان خاطر العموله عايز تجوزني واحده حراميه؟ لا عشان حلت مشاكلك. لم هدومك وسيب الاوتيل وامشي فورا. ايه ده بس؟ مش هتعرف تتجوز من غير. هو انا ما قلتلكش ولا ايه؟ ايه؟ مش انا صرفت نظري عن موضوع الجواز ده خالص؟ لا عليك المراس يا حلو. مش مهم، طز في المراس وطز في الجواز اللي خلاني اتجوز واحده بتسرقني فتره الخطوبه، امال في الجواز هتعمل معايا ايه؟ يا عم هنعالجها. هو انت برضه لسه عايز تجوزها لي تاني؟ في حد قدامك يعني؟ انت شايف حد تاني مثلا؟ لا انت غريب. بقول لك ايه؟ ساعه زمن وما اشوفش خلقتك في الاوتيل، يا اما هبلغ عنك النقابه. انا شاكك انك محامي اصلا. شاكك اني محامي؟ لا تعال خد الكميه اهو، تعال استنى بس، خد يا فارس الكميه اهو. الكميه انا اتسرقت في الحجز ولا ايه؟ يا فارس والله انا جايبك الكميه يا فارس. انا يا جماعه الكرنيه فين؟ الف 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 سلامه، نورتنا شويه القطار دول يا عم سونج. قلبي معاك والله. الهي ما ترجع. شكرا يا صديقي، القلوب عند بعضها. انا عارف انك متضايق من مستر فارس عشان ما رضاش يمدلك الاقامه، بس انا والله ماليش ذنب. بقول لك ايه؟ ايدك بقى على التبس باليوان، انت الاقي حد مغفل يرضى يحوله لي. صديقي انت احسن مغفل عرفته في حياتي، لن انساك عندما اعود الى الصين، والان اذهب الى الجحيم تسحقك السلامه. يلا برا يا عم. بالراحه عليا شويه، وانا اللي مشيتك من الاوتيل. اتفضل اخويا شنطتك. شكرا، مع السلامه. جالكم البلاء. الو، ايوه سعاده الباشا. لا فارس مشاني من الاوتيل يا باشا. ما تقلقش يا باشا، ما كشفنيش. اي نعم الباسبور اللي انت مديهولي بتاع واحد ميت، لكن هو ما فتحوش اساسا يا باشا. انا مالي؟ الله ما تقلقش والنعمه باشا. احنا خسرنا معركه لكن ما خسرناش الحرب، وعلى راي ترامب الله يرحمه ساعود بشكل او باخر. سلامه سعاده الباشا، سعدنا بلقائك ونرجو ان نكون قد اسعدناك. صباح الخير. صباح النور. في الفندق ممكن اكمل لاخر الاسبوع. ايه هو القلم ما بيكتبش؟ ثواني هجيب لحضرتك واحد. لا مش مشكله، انا معايا القلم بتاعي. تمام. اتفضل. لا انا عايزه الاستماره حضرتك مش القلم. وخلي القلم معاكي كمان.
لا ده شكله غالي قوي. اكيد ما يغلاش عليك. بليز ما تكسفنيش. بليز. ما اقدرش، انا اسفه بجد. بليز. اتفضل. صباحنا قشطه ان شاء الله. صباحنا قشطه ان شاء الله. انت يا ابني انت داخل الفرن؟ انا اسف. ظبط. وصل مستر سامح للغرفه بتاعته. من عينيا. منور الدنيا كلها يا فندم. احنا النهارده في عيد والله. كل سنه حضرتك طيب. رمضان كريم. عيد سعيد. عيد اضحى مبارك. حضرتك تفضل ايدك في جيبك كتير مش هتطلعها ولا ايه يا فندم؟ اتفضل معايا. اتفضل. اتفضل. انا فاصل الشحن خالص. اتفضل يا فندم. اتفضل. كويس؟ شكرا يا فارس بيه. منور والله. الله يخليك، ده نورك. قالوا لي ان حضرتك خدت جوله في الاوتيل. فعلا اوتيل شيك ودمه خفيف. ولا البيتش بقى عندنا مش هتلاقيه في اي اوتيل في الغردقه. والله انا مستغرب، اوتيل زي ده وبيخسر. يخسر؟ مين اللي قالك كده؟ انا سمعت طراطيش كلام كده يعني. لا 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 اسمح لي بقى يا باشا، اللي قالك كده اكيد مش بيحبك. ياه للدرجه دي؟ واكتر، ده انت اللي تكسبه في سنه واحده اي اوتيل تاني ممكن يكسبه في 5 سنين. غريبه، امال انت عايز تبيعه ليه؟ يعني الدواعي امنيه. امنيه او روحيه، يعني انا عندي حاجات كده عايز اعملها بره. بص انا ما بفهمش غير لغه الارقام، هو بيكسب قد ايه؟ لا بص انا ما بحبش اقول ارقام لحد لان انا بصراحه بخاف من الحسد. يا راجل قول، احنا اخوات. انا هعتبرك زي اخويا. انت بتتكلم في حته ال 100 مليون. ياه. او اكتر شويه. 100 مليون؟ ده طبعا قبل الضرايب. لا 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 لا، موضوع الضرايب ده ما تشغلش بالك بيه خالص. ازاي ازاي؟ انا ما بخافش الا من الضرايب. انا عندي واد محاسب قرد. قرد؟ وبيفهمك ازاي القرد ده؟ لا مش قصدي، انا قصدي يعني زي القرد في المحاسبه. تقصد ان هو بيقدم ارقام مش حقيقيه للضرايب؟ طبعا عشان تكسب اكتر. طبعا، امال انا هنا ليه؟ يعني ايه مش فاهم حضرتك؟ امسك ده الكارت بتاعي هيفهمك. زهدي عبد الشكور من مصلحة الضرايب. أنا عايز الملفات كلها هنا قدامي immediately.